يا مساء الفل والهنا. انا النهارده معايا حاجه حلوه جدا هتحبوها قوي وهتعجبكم خالص. معايا العو. العو ده هو الثعلب الصغير، هو الامبراطور، هو امام الموهوبين، هو الساحر الحاوي، فنان الشعب، مهندس الكره المصريه، وابو البنات. معايا اجمل واحد في الدنيا، حازم امام. حبيبتي والله ربنا يخلي حالك. شفت بقى الحاجه ايه الدخله الجامده دي؟ جدا جدا تكفي عليا كل بص دي. بص قاعد عامل ازاي يعني الراجل ده؟ حضره صاحبه السعاده لازم اكون يعني كده يعني. يا حبيبي رب والنبي انت منورني قوي النهارده. انا مبسوط لان انا محير جدا جدا جدا، ويعني مش عارف اقول لك ايه، بس مبسوط جدا ان هو حضرتك بجد حاجه جميله وحاجه تاريخ كبير جدا. يا حبيبي وفي البرامج ما شاء الله يعني واحد من انجح البرامج في مصر، واحد يتشرف ان يكون مع حضرتك. سلطان زمانك يا ابني، سلطان زمانك يا ابني يا حازم امام، امتع ما يكون القميص رقم 14. زملكاوي ابا عن جد، بيجري في دمه كرات دم بيضة وحب الزمالك اللي ملوش عنده بديل. تعلب سريع يسرق الجون من حضن الشبكة ويلعب بالكورة والحجر، محترف هاوي وغاوي ملاعب بس باحترام وبمنتهى الأدب. طبيعي جدا انك تكون نجم وبطل وعظيم في نادي معاك عشاقك ومحبينك وكده، ولكن بيبقى العشاق النادي المنافس واخدين موقف دايما، انما انت من النوادر في مصر اللي محبوب الكل. الحمد لله. حبيب الجماهير كلها. البرنامج عندنا هنا الماجوريتي فيه اهلاويه، لكن الزملكاويه هنا مقدرين جدا. شغل جامد. لا بس عاملين شغل مقدرين جدا. 100 واحد يعني. ناس جاي زي الفل هنا والله. وانت داخل الحقيقه انا برضو يعني كيفت وانبسطت قوي انه الاستوديو كله بيسقف لك بمنتهى الحب والعشق. انا بشكرهم جدا جدا كل الناس، وانا داخل فعلا يعني اتاثرت من لانه بيحبوك جدا. انت من الناس القليله فعلا اللي لاغي فكره المنافسه بين النوادي، يعني بشخصيتك وادبك وتاريخك وفكرة الناس عنك، سواء اللي كانوا معاصرينك من بداياتك أو الشباب الصغير اللي أنت بالنسبة لهم فعلا نعمة القدوة حقيقي. والله يا كابتن. والله يا فندم يعني هو حضرتك بتكلمي في حاجة بفضل ليها مش ليا والله، هو لأبويا الله يرحمه. طبعا يعني الله يرحمه. وأمي يعني هما أخصائي طبعا. بابا إن الله يرحمه هو اللي كان عنده الميزة دي بشكل كبير. دايما كان وأنا بلعب زي اي واحد في لعيب الكوره، بس المشكله الناس بتعامله على انه نجم. بس هو بيبقى شخصيه لسه صغير، بيبقى عنده 20 سنه 21 سنه لسه ما كونتش شخصيته. فطبعا بيحصل له يعني بيجي لي شطط كان كتير وانا صغير، ولعيب كوره والناس كلها بتشيلك والنجم والالقاب حاجه، فغصب عنك بتبقي طايره شويه. فكان هو دايما الله يرحمه يعني كان دايما ينزلني. يعني لاني مثلا عايش في الدور شويه يقول لي لا، يوقفك على الارض. لاني في ماتش مثلا متعصب مش انا، ابتديت اعيش في الدور شويه وابقى عصبي وازعق، يرجع على البيت اول حاجه انا مش عاجبني اللي انت عملته. في مره عمل معايا موقف. كنت انا رايح ايطاليا ويعني كنت بسمع ان مجلس الاداره مش عايزني اروح. كان رئيس مجلس الاداره مستر رجب ابراهيم، وكان بابا الله يرحمه كان وكيل النادي الله يرحمه. فكان في ماتش عندنا، فداخل مستر رجب ابراهيم بيسلم عليا، فانا ما قمتش سلمت عليه وانا قاعد. انا كنت ساعتها زعلان ان هو مش عايز يودني. طبعا بحترم الراجل زي ابويا يعني، بس انا زي بقول لك ساعات الواحد وهو صغير كده. فهو ما كانش موجود بس عرف. فانا ما ركزتش يعني، انا ما كانش قصدي، يمكن انا كنت بلبس مش عارف ايه فما ركزتش يعني. فروحت البيت بعد الماتش، كنت لعبت ماتش كويس وكسبت وكده، قال لي انا عرفت انت كذا كذا كذا، ودي ده كده قله احترام، وده رئيس نادي الزمالك وما ينفعش. مع ان ابويا يعني كان عايزني اسافر وهو مش عايز وما ينفعش. له انا مش قصدي والله، انا ما كان قال لي انا بقول لك عيب، وده رئيس نادي الزمالك ما ينفعش تعمل كده وما ينفعش تعمل وانت قاعد. فكان بياخد باله من ديتيلز صغيره، بس بقيت انا الحاجات دي كلها جوايا باخدها. فلغايه لما بلاقي الناس زي حاجه تقول ده، ان الناس الحمد لله يعني بتكلم عليا
قبل ما اكون لعيب كويس ان انا يعني دي صعبه برضو يعني علي عطق كبير بصراحه مش عارف اتصرف او الناس حاجة. ليه يا اخويا انت بتتصرف منتهى التلقائيه يعني هي اصلها هي الفتره الاخيره بس خدت اوفر شويه دوز شويه من ايه من الحب من الناس ليه يا اخويا انا شايفاهم مستمرين يمكن الاحداث اللي حصلت الفتره الاخيره خلتها مش خلتهم يحبوك اكتر خلتهم يبينوا لك الحب الحقيقي فعلا هو سبحان الله فعلا يعني يعني انا بجد بشكر الناس كلها لان مش متوقع ما كنتش متوقع اللي حصل ده خالص و يعني دايما بقول مع اصحابي يعني دخلت نادي الزمالك الكبير يعني الحمد لله كان اسمي كويس بس خرجت منه انا شايف بفضل الله يعني اكبر بكتير بسبب حب الناس اللي انا شايفه من الزملكاويه والاهلاويه ودي حاجه وكل مصر مش بس الاهلاويه لكن يعني قصدي خرجت الحمد لله بشكل اكثر من رائع يعني الحمد لله حبيبي ربنا يديمها عليك نعمه يا رب ان شاء الله وعلى شماله طه وعلى يمينه حماده امام ابن يحيى امام يحيى امام لعب ماتشات كبيره ضد الواندررز وابوه وابنه بيلعب ابتدت المباراه لحماده امام وثرو حلوه لطه هو الجول اول افتكر حماده امام لعب لعبة جميلة على الأرض لطه طه مشي من نورمان سنتر هاف الكبير بتاع انجلترا ولعبة محمد يحيى أمام كانت أجمل ما يمكن عشان طه يجيب الجول الأول في أول دقيقة وده لسمير ومن سمير لمحمد يحيى أمام وخدها من فوق دماغه وده لطه هو الجول لمحمد يحيى أمام لكن هيشو بيكر بيكر هيشو برافو يا سمير طه حماده امام جول 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 يا سلام يا حماده يا امام يا سلام يا حماده يا امام صوت هادي من غير انفعال الا في حاله الاهداف الحلوه مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن ايه الحلاوه دي ايه الجمال ده يا لعيب يا كبير قوي يا لعيب يا كبير قوي جول وبايت وصف جول محدش شافه وسقف يا جمهور وجهك مش مهم مين بيلعب ومش مهم مين جاب الجول المهم إن الجون حلو ما هي الكورة أساساً أجوان وحمادة إمام كان مالك في الأجوان عاش حياته مخلص لفريقه مخلص للعبة الحلوة مهما كانت وفين ما كانت أنت بقى أنت اتولدت وكابتن حمادة فين بالظبط يعني كان مسافر بس مش عارف فين كان جيش بقى وبتاع وعنده شغل انا اتولدت 16/4/75 لكن انا مكتوب شهاده ميلاد 10/5/75 لان بابا كان مسافر وعبال ما جيت كتبت شهاده الميلاد فانا محظوظ عندي عيد ميلادين دايما وبيحتفلوا بيا في العيد ميلادين يعني والدي ووالدتي من وانا صغير دايما في 16/4 يحتفلوا بيا و10/5 ده الاوفيشال يعني ف واحد حمل والتاني لما انت طور يعني لا انت حمل انا حمل انت حمل شكرا. بس في ناس كتير بتقول ان انا طور يعني بس انا حمل لا لا انت حمل معلش زي حاجه زي الفل يعني العظماء في ناس كتير في الحمل كويس طبعا اسامي يعني طبعا ما شاء الله يعني عندنا احنا اسامي عظيمه عمار الشريعي كان حمل مثلا في ناس علي الحجار حمل بس انا مش زي بس انا فاكر في ناس اسامي يعني بس انا ما بؤمنش قوي بموضوع الحمل يبقى كلهم شبه بعض بصراحه الابراج دي انا ماليش فيها يعني بحس كل واحد حسب شخصيته وتكوينه يعني طيب ما اتولدت كان هو مسافر لكن هو كان ايه مركزه كان بيلعب ايه كان لا كان بطل كوره خلاص انا اتولدت بعد ما بابا بطل كوره اشرف اخويا هو اللي اتولد وهو بيلعب انا كان بابا بطل انا اتولدت 75 بابا بطل 74 بس بقى حضرته بقى في نادي الزمالك وهو ده اللي خلاني احب طبعا بحب النادي بس ان انت تبقي مرتبطه بابا انا فاكر كنت بروح معاه التمرين كان هو ماسك مدير كوره في نادي الزمالك فكنت بروح بقى جيل اللي هو بتاع كابتن عادل المأمور وكابتن محمد صلاح وكابتن سيد منصور جيل اللي هو في الثمانينات في اول الثمانينات ده كنت انا بقى عندي 5 سنين اروح معاه التمرين انزل العب كده قبل الماتشات فالفتره دي في دماغي متعلقه جدا جدا وابتديت بقى
يعني ماتش الزمالك في البيت في حاجه, في كهرباء يعني, في حاجه قلق يعني. فوالدتي اساسا زملكاويه اكتر مننا وعصبيه جدا في الزمالك, فتقعدي معاها تبقي دايما متوتره يعني, لازم زمالك يكسب, خصوصا كمان بابا كان في الكوره يعني. وبعدين بقى حضرت معاه مجالس ادارات وعشت الاجواء وانتخابات وهو مستني النتيجه والنادي, فعشت معاه الحاجات دي كلها. فنادي الزمالك في بيتنا من واحنا من وقت كده يعني. ايوه بس انت وانت بتقول لي 5 سنين وكده, اللي هو انت بتحضر معاه بصفته هو كابتن حماده امام وانت رايح مع بابي او بابا بابي. لكن انت بتلعب كلمه بابي دي في النادي عندنا وبس انت انطلاقك في نادي الصيد. ليه؟ يعني شويه في الجزيره وشويه في الصيد, بهزر خنفس بقى بعمله يعني مع اصحابي لا انت من وانت صغير يعني, انت كنت بتلعب كوره في نادي الصيد وحتى كنت في فريق يعني. هو الولد اي واحد حاجه بيحب يلعب مع اصحابه في السن ده بالذات. فاصحابي كلهم في النادي ده يعني في الصيد وكده. فكان بابا ياخدني مس شهر 7 كده بيبقى فيه الاختبارات وكده, ياخدني قبل سنه اروح الزمالك, اقعد يومين بالظبط واقول له لا مش قادر, مش عارف حد. وانا برضه زي ما اخوف يعني, كنت برضه فافي شويه يعني فمش عارف اخش الاجواء قوي يعني. فقعدت كده لغايه سن 13 سنه العب في الصيد. بس رحت منتخب مصر من نادي الصيد. وابتديت العب بقى ضد الزمالك يعني, كنا منطقه جيزه وكده, فبلعب ضد الزمالك فابتديت اتعرف قدام النادي. كابتن بدر حداد ربنا يديله الصحه كان ماسك الفرقه بتاعه الزمالك قدامنا. هو من الاسباب دايما يعني بعض ربنا سبحانه وتعالى, هو من الاسباب الرئيسيه ان انا اروح نادي الزمالك مش بابا. ان هو اللي سعى عند بابا وزن عليه كتير ان انا اروح النادي, ان بابا كان فاكرني بلعب وخلاص مش في دماغه يعني. هو ما بيحبش ان هو يتقال عليه عشان جاب ابنه, ابنه يعني. بقى وبتاع. بس انت اتصدمت في اول معسكر روحته في نادي الصيد لما نايموك على الارض في الرمل وبتاع. ايوه معسكر كنت ولقيت نفسك ايوه في المنتخب تتمرن يوم وتلعب مش كده؟ انا في الصيد اصلي كنا بنروح نتمرن الخميس نلعب تقسيمه ونلعب الجمعه ماتش وخلاص طول الاسبوع عندك مذاكره بقى والدراسه. ففجاه لقيت نفسي بتمرن كل يوم وبنجري على البحر بقى في الرمل. فما قدرتش اول, وانا فاكر اول تمرين ما قدرتش وقفت في النص. كابتن جمال عبد الله قعد يقول لي اجري, قلت له مش قادر انا مش متعود انا اجري على كل ده. فتعبت جدا وحسيت ان انا صعب ان انا العب في كوره بعد كده, انا مش قادر اعمل الحاجات دي, الناس دي بتعمل حاجه انا مش هقدر اعملها. انا اخر انطق ارقص لكن الكاري ده ماليش فيه يعني مش متعود. بس المعسكر ده اداني قوه يعني, خلاني بقى احس يعني ايه معسكرات, يعني ايه ان انا اتمرن, يعني ناخد اتمرن كل يوم, انا مش هتعرف اتمرن كل يوم, اتمرن خميس وجمعه وتم ماتش وخلاص. فتعبت قوي في الاول. وبعدين تعبت في حياتي اساسا, ان انت بتبقى عندك حياتين موازيتين مع بعض. حياتي مع المدرسه واصحابي في نادي الصيد, بتروحي نادي الزمالك او المنتخب في حياه ثانيه. الهزار مختلف والعقليه مختلفه والكلام مختلف. فبس دي بعد كده ساعدتني انا كبني ادم في تكوين شخصيتي يعني. وقت قررتوا انت واصحابك تتقدموا للمقاولين العرب؟ لا كنت في منتخب والمقاولين كان عايزني. ايوه كابتن كويس. كابتن زمزم كان هو اللي ماسك برضه الجيل بتاعنا كان في المقاولين. حاجة كويسه في الكوره على فكره, جد تاريخ يعني. لو يا عم
بقول لك ايه، انا بعتمد على الحاله يعني الانسانيه. محدش يعرف حته بتاع مقاولين دي، عشان انا بقرا في الحاجات الانسانيه اللي فيها سيمه. صح. انما كوره قشط كبير قد كده. بعتمد على ان الناس اوريدي كلهم خبراء جدا في الكوره، فمش انا اللي حاجه اضيف ولا اعمل. عندنا في مصر خبراء كتير جدا. كلهم بيتكلموا جامد قوي في الكوره، وانا معنيه بالبني ادم. صح والله، احسن لو اهتمينا بالبني ادم هنعمل كل حاجه كويس. فانا كان عندي احساس اني صعب قوي العب في الزمالك. يعني بنلعبهم دايما منطقه الجيزه دي حاجه، فاحنا الصيت زي ما بقول لحضرتك بنيجي مره الخميس نلعب الجمعه. بنلعب الزمالك بنخسر على طول 3 و4. فعندي احساس الزمالك ده في حته فوق قوي، مش هقدر اروح للناس دي. فكنت في المنتخب، فكنت بتوع يعني فرقه المنتخب بيجي مثلا مدرب بتاع الزمالك يشوف لعيبته، مدرب الاهلي يشوف لعيبته، مدرب المقاولين. فانا كنت قريبا شويه لعيبه المقاولين، كنت بقعد معاهم كتير يعني. فجالي كابتن زمزم قال لي ما تيجي عندنا النادي تلعب، انت لعيب كويس. كنت فرحان جدا جدا، لان اول مره احس ان انا ممكن اكون لعيب كوره لنفسي مش لابويا، او ان انا حتى اكون لعيب كوره كويس. رحت المنتخب بس مش حاسس يعني ان انا ممكن اكون حاجه يعني. فانبسطت جدا. انا فاكر كنت ماشي على الكوبري 6 اكتوبر، انا وبابا الله يرحمه راجعين كده مش عارف منين يعني. بس فاكر انا كنت على الكوبري وقلت له الكلمتين دول، قلت له على فكره انا كلمني كابتن زمزم وقال لي المقاولين وانا مبسوط جدا عايز اروح وفاكره هينبسط يعني. راح باصص لي قال لي انت عبيط يا ابني، المقاولين ايه اللي هتروح مقاولين؟ طب هتلعب، هتلعب في الزمالك ليه ما بتلعبش كوره؟ قلت له زمالك ايه ده، انا صعب العب في الزمالك. قال لي خلاص ما تلعبش، لكن المقاولين ايه، هتقعد تلعب في المقاولين والكلام ده. مع احترامي يعني النادي المقاولين يعني. بس هو كعنصريه الزمالك اكيد ده ابنه. بس انا كنت بالنسبه لي ان انا حد شافني وقال لي روح المقاولين، والمقاولين على فكره فرقه يعني زمان ناشئين المقاولين ده حاجه جامده يعني. المقاولين فرقه من احسن فرق في الناشئين في مصر لغايه دلوقتي يعني، الزمالك واهلي ومقاولين. فكنت مبسوط ان انا حسيت قدام نفسي ان انا ممكن اكون لعيب كويس. لأول مرة كنت أحس إن في مدرب بيشيد بيك يعني مبسوط يعني. فهو خلاني أخد قلم كده، حسيت لا يعني الزمالك، بس أنا صعب إن أنا ألعب في الزمالك. أنا هقول لحضرتك حاجة، يمكن أنا أول ما رحت الزمالك أنا طول عمري بلبس فانيلة الزمالك عندي في البيت على طول. يعني بابا كان بيجيب لي فانيلة الزمالك دي فبلبسها على طول وأنا بنزل النادي، بقعد في البيت لابس فانيلة الزمالك. بس أول مرة لبستها رسمي والله العظيم وأنا بحط التيشيرت كده والخطين دول، رهبة غير طبيعية. ما عرفش جات لي الرهبة دي، كنت خايف جدا، مبسوط وخايف. لانه قال لك اللي مش هتلبس فانيلا الا فانيلة الزمالك. والخطين دول يعني اصل في كان زمان انك تلعبي في ناشئين نادي الزمالك ده، انا كان في ناس مثلا ما بتلعبش كورة بس لعبت سنتين في الزمالك، لما نشوفك حتة ده كان بيلعب في الزمالك في حاجة يعني، او بيلعب في الاهلي يعني، حاجة قوية جدا. فكان بالنسبه لي ان انا في الناشئين زمالك ده حلم يعني عمره هيتحقق، وصعب جدا جدا. فربنا يعني بقى بيكرم الحمد لله، بيسبب لك الاسباب. في ناس بتيجي، بدر حداد ده جالي عشان هو مقتنع بيا ولاعبني وبقيت كويس الحمد لله يعني. ابتديت بقى احط رجلي في النادي، ابتديت الناس تعرف ان انا لعيب كويس. كابتن احمد مصطفى يعني كان هو مدير قطاع الناشئين، كان يعني مش مبسوط قوي، كان فاكر ان انا كابتن بدر حداد بيلاعبني عشان بابا. فما كانش مبسوط بالبيا قوي في الاول. لما شافني اول ماتش وتاني ماتش بقى من اكتر الناس اللي شايفه مسانده ليا، وكان دايما بيتكلم معايا، مبسوط بيا جدا. فكنت حاسس، وهو زميل بابا يعني، فكنت حاسس ان انا ماشي في التراك صح، وان انا مخلي بابا شكله كويس. هو كان رافع ايده عنك بقى خالص، مسلمك لل خالص. بابا عمره ما اتدخل معايا. وفي موقف كده برضو من الحاجات اللي حببتني جدا وحسيت ان انا ماشي صح، جدي الله يرحمه، جدي كان برضه لعيب كوره. يحيى الحريه. الاسم ده جاي منين؟ من ثوره 19، هو اتولد سنه 19 فسموه يحيى الحريه. كانت هي باين ساعتها الحاجات دي استوقفني جدا، بس هو بيتقال يحيى يعني، لكن هو في نادي يحيى الحريه. لا انت في حد تحيى مصر، ناس كتير اسمها تحيى مصر بس بتقال لها تحيه يعني. ايوه بس يعني. في حاجه فاكره اني قريتها انه في حاجة أنت سددتها أو عملت حاجة فحد راح شوية ماتش كوت ديفوار حد قال يحيى الحرية، حازم محمد، يحيى الحرية إمام. اسم كل اسم، ما كانش حد يعرف يحيى الحرية دي خالص. أنا اشتهرت من ساعتها باسم يحيى الحرية ده. حازم وبسم الله حازم إمام. Oh,
بتقول لي الواقع ايه بتاع جده بقى يحيى الحريه. جده ساكن قدام النادي في جامعه الدول كده قدام نادي الزمالك على طول. ففي فتره كنت انا عايش معاه، كانت ماما مسافره وبابا وكده، فكنت عايش معاهم انا واخويا فتره كده 3-4 شهور. فكنت دايما بروح التمرين فكان جده يعني موجود. انا رايح عندي ماتش النهارده، ماشي روح حازم يعني. فلعبت الماتش، وانا في الماتش ببص في المقصوره وقاعد ما كانش قايل لي. فلعبت ماتش كويس قوي، عملت وجبت جولين، كان كابتن حامد هو ماسكنا وكنت مبسوط يعني. فبس وخلص. فلقيته دخل علينا الاوضه اللبس بيخبط وبيفتح، لقيته في وشي ما اعرفش يعني. هنانا وبتاع وشكرنا، وراح قايل لي قدام اللعيبه انا مبسوط بيك يا حازم، انا كنت عارف ان انت لعيب كويس. ما تتخيلش مدى الفرحه اللي كنت فيها ان جده يعني الله يرحمه يعني يشوفني ويشوفني لعيب كويس ويجي يقول لي. روحت البيت طبعا بقى طاير يعني، كان مبسوط بيا قوي. حسيت ان انا يعني رافع راسه يعني. ايوه فدي من الحاجات برضو اللي كنت بحبها يعني، اللي حسيت ان الحمد لله ماشي كويس يعني. حبيت كابتن جمال عبد الحميد امتى؟ وانا صغير حبيبي. جميل. جيلنا كان وانا صغير يعني، الجيل اللي قبلينا على طول كان كابتن جمال عبد الحميد بقى وايمن يونس والناس دي واشرف قاسم، كلهم طبعا ناس، بس كابتن جمال كان اكبر منهم شويه. انا طلعت اتعلقت بيه، كان بيجيب جوان كتير قوي. وكان بيلعب بدماغه كتير وبيجيب جوان صعبه وعنده كفاح، قصه كفاح جمال عبد الحميد في حياته، كسر تجلي في الاهلي وجه الزمالك من الصفر وابتدى تاني. فكنت بحب جدا، وكان دايما بالنسبه لي هو منقذ في نادي الزمالك يعني. الماتشات الصعبه جمال عبد الحميد بيجيب جوان، بيجيب جوان صعبه. فكان عادي البوستر بتاعه في الاوضه. هو اللي حببني في رقم 14 بصراحه بشكل كبير. المفاجاه ان هو بيعتزل لحقته في التمرين، بس ما لعبتش معاه للاسف ماتش رسمي يعني، كان نفسي العبه ماتش رسمي. فوجئت ان هو اللي كاتب خليفتي هيكون حازم امام. يا حبيبي كنت اتمرنت معاه مثلا اسبوعين ولا حاجه. فللاسف ما لحق، هو اعتزل، انا لعبت السنه اللي بعديها على طول. 93. فعندي لما قال بقى كان بيعملوا بقى، كان هو نجم مصر ساعتها وكابتن مصر، وعمل معاه بقى لقاءات كتيره وهو بيعتزل. فتخيل لما واحد كابتن كاس العالم، كابتن مصر في كاس العالم وجمال عبد الحميد، ويطلع يقول انا خليفتي في الملاعب هيبقى واحد اسمه حازم امام، ما كانش حد يعرفني خالص. فانا يعني عندي الورقه دي لغايه دلوقتي، كان في الاهرام الرياضي عندي وشايلها ودايما بفكره بيها يعني، هو حبيبي يعني لغايه دلوقتي. حصل لقاء بقى بعد كده مع كابتن جوهري. يعني اول مره بتشوفه من ديستنس، من قاعد في المدرج، صح؟ صح. كان في نادي الزمالك عندنا. هو كواليس انه يجي نادي الزمالك عندنا كانت في البيت عندنا، ان انا والدي كان هو اللي تفاوض مع كابتن جوهري، فكنت بقى ابتدي اسمع ايه اسم كابتن جوهري في البيت عندنا كتير، وهو كان ماسك منتخب يعني. فابتديت اعيش الحوار، وبعدين بقى لما لقيته بجد وراح نادي الزمالك، انا كنت ناشئ طبعا. بس كان اول يوم في التمرين وفي نادي الزمالك انا كنت قاعد في المدرج، كلنا الفرقه بتاعتنا طبعا كلنا مش مصدقين. ملعب متقفل، ملعب حلمي زمرة متقفل بالكامل. كله جاي يتفرج على كابتن جوهري في تمرين نادي الزمالك. عمر ما حصلت في التاريخ اعتقد ان يجي جمهور عشان مدرب، دايما الجمهور بيجي عشان لعيب. لكن هو كان نجوميته بتطغى على اللعيبه يعني. انا واحنا حتى بنجوميتنا كلنا 98 وكده، كان اول واحد بيتنادى فينا كابتن جوهري. اول ما ينزل الملعب مفيش لا حازم ولا حسام ولا جوهري اول حاجه. الله يرحمه يعني. اسطوره راخر من الاساطير. لا ده حاجه لوحده برضه الراجل الله يرحمه يعني. في الفتره بقى دي تهيألي اللي طلعوك درجه اعلى في السن في العمر في النادي، مش كده؟ اللي هي قبل كابتن جوهري يعني. قبل ده، قبل اللي هو بقيت في الفريق الاول. وهنا اللي قابلته. طيب بعدين رحنا فين بعد كده؟ رحنا بقى درجه الاولى. ولعبت بقى ورحت منتخب مصر بعد كده، بقى احترفت بقى في ايطاليا ودنيزي. انت ايه ده، خدني وجري بيا. لا انا بدايتي صعبه يعني، بدايتي دايما صعبه شويه يعني. اول ما ابتديت مع كابتن جوهري ما وفقتش قوي. يعني لعبت لعبت ماتشين. بس في ماتش الاتحاد جات لي فرصه كده ضيعتها. ولعبت ماتشين وما لعبتش الموسم خالص مع كابتن جوهري بعد كده. قعدت معاهم بتمرن كل حاجه بس ما لعبتش يعني. السنه اللي بعديها اول ماتش في الدوري لعبت، بعد نزلت بعد 10 دقايق واحد اتعور وانا نزلت، كنت بلعب راس حربه ساعتها، كنت بلعب بلاي ميكر يعني. فجات لي، كان بلعب المحله في استاد المقاولين. جات لي فرصه سهله جدا ضيعتها. وضيعت فرصه ثانيه وتعادلنا 0-0 في الماتش ده. وانا كنت عندي ساعتها 17 18 سنه تقريبا يعني.
الزمالك بيتعادل اول ماتش في الدوري طلعت بقى حسيت ان انا لازم ابطل كوره. حسيت ان انا انا بتمرن كويس جدا وبرقص في التمرين بس في الماتش مش عارف العب فانا اكيد وحش. وجالي احساس خلاص انا انا راجل لعيب عندنا كده في لفظ كده او كلمه يعني تريننج اونلي ان هو انا في التمرين بس تبقى كويس تمرين تنزل الماتش تبقى ضايع. فحسيت ان انا كده من اللعيبه دي ان نزلت الماتش الكوره دي انا بعملها في التمرين سهل ازاي. وبعدين بقى ناس كتبت عليا بقى بيلعب عشان ابن حمد امام وهو لا يصح انه يلعب ولا يصلح انه يلعب. وهي برضه ما اعرفش الناس دي بتحب دايما لما يبقى حد مثلا ابوه معروف ما وفقش لازم تديله على طول. احنا شاطرين في الهدم قوي الحقيقه. احيانا بيكون الكلام ده مفيد لو انت بنيانك اقوى قوي من الكلام ده فيساعدك انك بيخلق عندك حاله تحدي وانك انت كنت طيب والله انا هوريكم. لكن الضعيف بيبقى ضربه سهل لانه احنا اسهل حاجه عندنا تحديف الطول. تحديف الطول صح. بس انا الكلمتين دول وجعوني شويه بس فاكرهم دايما طول عمري. هي الكلمه دي لا يصلح اللعب في الدرجه الاولى وبيلعب لاسباب اخرى. الكلمه دي مش هنساها طول عمري وكانت دايما قدامي ان انا عايز ابين اللي كتب كده ان انا كويس. فاكره طبعا. وقلت له هو حتى بعد كده راجل محترم يعني قال لي بس انا بعد كده كتبت عليك كويس وكنت بشيد بيك. قلت له طبعا بس يعني البدايات هي اللي محتاج دايما زقه شويه. بس انا بداياتي مع يعني في الصحافه شويه كانت احسن مع المنتخب عن النادي. انا لعبت مع المنتخب مثلا منتخبات الشباب وكده لعبت كويس فالناس برضه المانشيتات كتبت عليها لعيب كويس فكان ليا ارضيه شويه. لكن على النادي الزمالك كان موضوع مختلف في بدايتي كانت صعبه شويه. ايه اللي حصل بقى في المنتخب الاولمبي؟ المنتخب الاولمبي ده جالي من عند ربنا سبحانه وتعالى يعني كده هو اللي شهرني جدا. هو اللي حاط لي عمل لي ارضيه كبيره جدا. المنتخب الاولمبي ده حكايتي برضه معاه في الاول فشل وبعدين نجاح. يعني انا بعاني دايما في الاول شويه. كان في واحد اسمه مستر جت كده فجاه اتحاد الكوره عمل شروه رومانيين كده مدربين رومانيين. واحد مسك الدرجه الاولى اسمه ادوليسكو تقريبا وكان منتخب الاولمبي اسمه ستايكو. ستايكو ده ما كانش مقتنع بيها خالص. طلعت منه على مستر روكول ده راجل بقى ايتم جدا هولندي. اول يوم انا فاكر دخل علينا غلس جدا في الاول يعني هو لذيذ بعد كده بس قصدي داخل وش رود كول ده واحد من عظماء الكوره في هولندا يعني راح لعب كاس عالم وصل سيمي فاينلز يعني فاينل كاس عالم مرتين. لعب في نابولي ولعب في انديه كبيره جدا واحد يعني من اساطير كره القدم العالميه والهولنديه. فهو جاي عنده الايجو عنده اللي انا كرول يعني بيعاملنا بمنتهى القسوه ما بيهزرش وش ملوش ملامح يعني ما تعرفش هو زعلان ولا بتاع. فقلت ايام سودا هنشوفها معايا يعني ان انا من الناس اللي ما بحبش التدريب قوي. هو التدريب بالنسبه له قوي يعني كنت بتمرن 3 مرات في اليوم حاجه مش طبيعيه بيجينا 10 كيلو حاجات انا ما اعرفش كنت بعملها ازاي يعني. بس عمل لنا حاجه ان هو كان بيحس ان اللعيب المصري عنده الموهبه لكن ما عندوش القوه البدنيه فكان بيشتغل بدني يعني بصراحه بفتره. بس وقفنا على رجلينا بشكل كبير جدا. فعملنا بطوله كان عندنا تصفيات اولمبيات الاول وحظنا للاسف يعني ان احنا لعبنا مع فرقه اسمها نيجيريا منتخب نيجيريا طبعا. الفرقه دي كسبتنا وراحت كسبت الاولمبياد كلها يعني كسبت البرازيل وكسبت فحظنا ان احنا وقعنا في السكه دي يعني. بس عملنا ماتشين يعني جبت جونين في الماتشين وابتدت الناس تعرفني في الفتره دي. كسبنا هناك خسرنا 3-2 وهنا تعادلنا 1-1. جبت هنا جون حلو قوي وجبت هناك جون كويس. وبعدين لعبنا بطولة الألعاب الأفريقية بعد البطولة دي. رحنا كسبناها عملت برضه بطولة دي بقى اللي خلت الناس كانت ساعتها كل الناس تتفرج على البطولة دي. ما كانش في حاجة في مصر كان فترة شهر 6 و7 كان الدوري واقف فكل الناس تتفرج على البطولة. فلعبت البطولة بشكل الحمد لله يعني قوي جدا وطلعت منها على منتخب مصر. بس البطولة دي هي اللي ابتدت بقى تعمل اسم الحازم إمام بشكل أو بآخر. ف 95 دي كان أو منتخب أولمبي ليه فضل كبير ان الناس ان انا ابقى اسمي حازم امام وان انا العب منتخب مصر في 6 شهور يعني. بعد كده رحت المنتخب كرول طلع معانا بقى هو مدرب المنتخب فطبعا لعبت كلها خد منهم ناس كتير منهم انا. لعبت البطوله بشكل رائع بعد كده يعني 96 دي وبعد كده احترفت يعني. احنا بنتكلم على بطوله جنوب افريقيا دي اللي هي في 96. احكي لي. عيل صغير فرحان
كنت اتفرج على الناس في التلفزيون فجأة لقيت نفسي في وسطهم. مش مصدق نفسي من السعادة. الأجواء دي كنت بعيشها مع أصحابي وأخويا وبتفرج على منتخب مصر كل سنتين في البطولات أفريقيا دي. فجأة لقيت نفسي موجود فيها. حطيت بيني وبين نفسي كده تارجت إن أنا إيه لازم أخلي الناس كلها تعرف مين حسن إمام في البطولة دي. فأول ماتش كان عندنا أنجولا. فأول مرة بقى ماتش رسمي يعني ما لعبتش ماتش رسمي مع منتخب مصر خالص. فبقول حاجتي يعني حظي حلو إن كرول جه خدني في المنتخب وراح ملاعبني. كنت بلعب لعبت ماتشات ودية بس أول ماتش رسمي في تاريخي يعني كان في بطولة أفريقيا. فنازل ماتش أنجولا بقى أجواء وبطولة أفريقيا والاستاد حلو. فقلت أنا عايز بقى إيه يعني أعمل شغل جامد النهاردة. ما بصيتش لحد خالص قعدت أرقص 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 كتير قوي زيادة على اللزوم فعلا يعني كنت مستفز. هاني رمزي زعل مني وكاس كابتن كاس يا ابني باص يا حبيبي ما ينفعش كده كابتن كاس قاعد يقول لك يا ابني لعبنا احنا يا حبيبي مش هينفع كده بس هو والله راجل محترم يعني مثلا ايه ما زعقليش في ناس بتزعق يعني العب يا ابني طلعت كذا يجي يقعد يا حبيبي مش هينفع كده احنا ما ينفعش لازم تباصي حاضر يا كابتن واخد الكوره واقعد ارقص برضه انا فرحان بقى ايه اللي تبقى حاطط تبقى حاطه لنفسك هاله ان الماتش صعب فبتنزلي ملعب وتنسي تعملي مثلا كده تلاقي راجل بيترقص تعملي كده فتنبسطي فانا انبسطت جدا ان الموضوع سهل مش صعب على فكره فقعدت ارقص فكسبنا 2-1 بس جبت جول لا ما جبتش في الماتش ده كسبنا 2-1 فمستر كول بعد الماتش في التمرين بقى اللي بعديه بيعمل كده ميتنج صغير كده واحنا قبل التمرين مبروك يا رجاله هايلين وكويس النتيجه كويسه جدا هيتمرن طبعا كلنا مع بعض وحازم لوحده في كوره هيتمرن لوحده بكوره مش هيجي معانا ان هو ما بيبصش لحد فانا رحت ضحك له ايه وبتاع استظرف يعني ولقيته واخد الفرقه كلها في حته وقال لي خد بقى الكوره انت ايه اقعد مع نفسك انت اتمرن لوحدك والله العظيم سابني في الملعب لوحدي خالص وخد الفرقه مرنها قعد بتاع نص ساعه كده وسابني انا عمال انطق وما انا راح جايبني وانت مكمل ما انا هعمل ايه ما انا مش عارف اعمل ايه ما الناس سايباني وعمال لوحدي في الملعب قال لي بص هو كان بيحبني يعني قال لي الطريقه بتاعتك دي مش تنفع انت بتلعب كويس كل حاجه بس احنا بنلعب 11 ما بنلعبش تنس يعني مش بنلعب تنس تلعب لوحدك يعني فالماتش اللي بعده عملت واحد من يعني احسن الماتشات اللي عملتها والبطوله دي اللي طلعتني يعني عملت بطوله حلوه يعني الحمد لله متخيلك وانت صايد الكره سايبه لا اول مره انا شو بعمل ايه طيب واللعيبه سابتني ومشيت مفيش حد واقف جنبي مع مارك فيش ومفيش حد والعب الكره بالعرض وتطلع كورنر مش حد برقص وزعت والثانية وداخل وشوطة حلوة يا عملها والله حلوة قوي حازمنا هتيب أحمد الكاس ثالث هدف جول جاب يا ولد كورة ملعوبة حلوة قوي في الدقيقة 7 يا ولد يا لعيب ومشي ياسر هوبا والتاني اهو احمد الكاس نفس الجول نفس الجول ولعبها بالعرض وتتصدى ورا كره الكاس لتاني سمير كمونه جول يا سمير يا كمونه يا طب انت الماتشات دي بما انك بتقول انا اول مره بقى بقعد اتفرج عليها المره دي انا شايف نفسي جوه هناك انا بلعب مين اللي بيعلق الله يرحمه بقى كابتن حماده والله ايه بقى كان بيقول عليك ايه فرحان بيا جدا جدا لان انا كنتش مصدق ان انا هلعب كويس كده ولا هو وبعدين هو كل شويه طلع مثلا في بعد الماتش مين افضل لاعب يلاقينا 14 كنت انا 14 فكان مبسوط بيا جدا يجي يقعد بالليل معايا كنت ببقى حاسس بفرحه في عينيه يعني انت كنت بتسمع الماتشات بقى بعد كده لا ما بسمعش يعني بس ما سمعتش ابدا كان مثلا لما تعمل حاجه اقول لك ليه كده يا ابني مش كده لما رجعت مصر بقى ماما بتسجل اي ماتش بلعبه وتسجل وتكتب عليه حازم لعب كويس حازم جاب جونين حازم كان وحش يعني لازم على البتاع بره تكتب ايه اللي حصل فيه يعني فكانت بتسجل الماتشات كلها بس كانت سعادتي ان هو حضر معايا نجاح اللي انا فيه ده كان معايا ودوكيومنتري يعني هو اللي بيذيع يعني كان بي 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 بيتلاحظ جدا انه ما بيقدرش في لحظه انه انه لو حد كسرك او ضربك او حاجه الاب بينطق قبل هو المعلق كان عنده حرفيه بصراحه بيفصل يعني لدرجه كان في ناس كتير تقول له انت ما بتديش حازم حقه يعني مثلا كابتن ميمي الشربيني لما كان يزعلي كان يقعد يكتب يعمل عليا قصايد يعني فهو كان بياخد باله من الموضوع ده شويه كان بيحاول يمسك نفسه يعني ما ينجرفش هي مره واحده
لما قال لك ابن مين ده كده يعني، دي اللي طلعت منه لما جبت جون حلو. جايب جون حلو فقال لك ده ابن مين ده بقى. اتعايق الله يرحمه يحسن اليه. وبتتلعب تمريره بينيه، حط راجل حط راجل، يا سلام يا سلام يا حازم يا بابا، عملها حازم امام معجون كوره يا ابني، اكسترا مهارات اكسترا حوال. ادي بقى اللعيب بنص حمولته، بنص ايه، اقل من نص حمولته البدنيه، والله بيعمل كل حاجه في الكوره، ناقص يكلمها. وحازم امام يتالق ويتجمل، الكينج حازم امام، ولذا لا يكون لاعب كوره زي ما انا بقول. التاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين وينسى دون اعتذار انصاف اللاعبين. حازم امام موهوب، اكسترا موهوب، اكسترا مهارات، اكسترا حواس، يا سلام، امبراطور الكره المصريه، الكينج حازم امام، مفيش كلام. بعد بقى التألق ده أظن هنا اللي ابتدى يجي لك عروض من كل الأوروبا مثلا، مش كده؟ إيه بقى؟ لأنك أنت وقعت في عشق بلد معينة. إيطاليا طبعا. بس أنا ساعتها بقى كنتش مصدق نفسي من الفرحة. إن مثلا مدرب أنجولا بكان برتغالي، فكان مدرب برتغالي فيجي لي مثلا في الأوتيل المدرب اللي هو شغال أساسا مدير فني دلوقتي يقول لي حازم you are a very good player, they need you in Sporting Lisbon, Sporting Lisbona. فمش مصدق، اديني الكارت بتاعه يقول لي هيكلموك كذا. في ألمانيا هاني رمزي يكلمني، كان معنا كابتن هاني طبعا هو محترف، يقول لي مثلا كلموني كذا وكذا، كلموني عليك يا حازم، عايزينكم جايين يتفرجوا عليك. فرنسا، نادي اسمه لانس في فرنسا. لكن بقى لما جالي موضوع كرول لقيته بيكلمني. انت لسه بتاخد يعني حقيقة انا ما لعبتش غير 6 شهور في الزمالك اساسي. يعني كنت احتياطي قبل كده، مش يعني مش ستاندرد يعني. فتخيلي في 6 شهور فجاه تلاقي حياتك بتختلف تماما وبتتكلمي في حاجه ثانيه خالص. لغايه لما جالي مستر كرول قال لي حازم انا هكلمك. كرول كان لعب في نابولي كتير فتره مارادونا، بيكلم ايطالي وعارف الاتموسفير هناك يعني. فلقيته مره على العشاء كده قال لي حازم انا عايزك دلوقتي في ناس في ايطاليا كلمتني عليك وجايين يتفرجوا عليك الماتش الجاي وعايزين يعملوا معاك كونتراكت وبتاع. فما كنتش مصدق نفسي. ايطاليا ساعتها بقى في التسعينات دي كانت هي رقم واحد في العالم. كان بيلعب فيها رونالدو الكبير طبعا، وكان بيلعب زيدان، وكان بيلعب فيها باجيو وباتيستوت، اي احسن لعيبه في العالم كانت بتروح ايطاليا. اقوى فلوس واقوى دوري، هو رقم واحد يعني. فكانت نقله بالنسبه لي فوق ما كنت اتخيل يعني. فجم على ان انا قالوا لي سامدوريا، فرقه اسمها سامدوريا عايزينك. فقعدت معاهم انا وبابا، واحنا قعدنا معاهم مع سامدوريا مع الوكيل وواحد من النادي. فقال لي قعدت معاهم، قالوا لي يعني تحت في الاوتيل قعدت معاهم، قالوا لي احنا شفناك واحنا عايزينك وهتيجي تلعب في ايطاليا، وانت فيري جود بلاير وانت لسه صغير ومش عارف ايه وبتاع. مع كلام ناس كتيره رحت مصر بقى على اساس ان انا رايح سامدوريا خلاص. كلمت معاهم وماضي يعني مش ماضيت، بس يعني اللي هو ان انا اكون البروكراتوري ده او المانجر، هو في ايطاليا اسمه بروكراتوري. فبس فرحت بقى على مصر، ابتدى الموضوع وتحول الى اودينيزي بعد سامدوريا يعني. مضيت مع اودينيزي. مضيت مع اودينيزي وخلاص. انت رايح بقى ايطاليا دلوقتي خلاص. فين بقى ابوك امك؟ المود بقى العائلي شكله ايه هنا؟ بص انا والدتي دكتوره في الجامعه. كانت شايفاني دايما كانت عميده اعلام. كليه اعلام جامعه القاهره، دلوقتي هي الجامعه الكنديه. فطول عمرها الجانب العلمي ده مهم جدا في حياتنا يعني. ما ينفعش اكون فاشل، ما ينفعش ان انا اسقط، ما ينفعش ما ينفعش يعني. لغايه لما هي ابتدت تلاحظ ان انا موضوع الكوره بقى ايه يجي معايا وابتديت ابقى متفوق فيه، ابتدت يعني مش عايز تطلع الاول خلاص بس انجح. لما لقيت موضوع احتراف فهي برضو قلقانه يعني، هتكمل تعليمك طب هتعمل ايه؟ فابتديت الموضوع لقيتني خلاص الموضوع كبر قوي ايطاليا، فما بقتش بقى تركز غير ان انا ايه المهم ابقى معايا شهاده يعني. انت فين؟ انت فين في الجامعه دلوقتي؟ انا في جامعه القاهره كليه التجاره سنه اولى.
بس بقى ايه طموحاتها في التعليم ما بقتش زي الاول يعني. هو مش لازم اكون بقى اول دفعه والكلام ده بتاعت مش لازم اخش بقى هندسه بقيت دخلت تجاره مش لازم ابقى اول مهم انجح فاهم. وطموحها قل كل ما بزيد في الكوره طموحها بيقل في التعليم يعني. فعملنا العقد واشتغل والناس مصر كلها بتتكلم انا رايح ايطاليا بس انا ما عنديش احساس ان هسيبهم واقعد لوحدي يعني ما عنديش الاحساس مش جاي لي حاسس ان هيحصل حاجه مش ممكن الدنيا تمشي سموث كده يعني. فلغايه لما بقى خلاص لقيت ان انا هروح وحجزت وبحط شنط كتيره معايا فاتخطفت شويه كده في الاول كنت خايف قوي وكان الموضوع خد معايا اكتئاب شويه في الاول يعني. لانجويج وايز انت عامل ازاي؟ انت دارس انجليزي كويس؟ nothing. ايطاليا ما فيش حاجه صفر فرايح انت على الانجليزي بس. وهم طلعنا ما بيتكلموش انجليزي خالص. انت كنت مدارس اجنبي؟ ما حاسه من لهجتك. هم ما بيكلم هم ما طلعنا ما بيتكلموش انجليزي خالص. ما هم ما بيحبوش يكلموا لغات بعض. انا مش ولا الالمان ولا بس الالمان لا الالمان يعني انا لعبت في هولندا بعد كده هولنديين بيتكلموا انجليزي كتير. الالمان بيعرفوا يتكلموا انجليزي بيعرفوا بس ممكن ما بيبقوش عايزين يقولوا بس بيفهموا وبيعرفوا يتكلموا. لكن طلعنا ما بيعرفوش او معظمهم يعني في ناس طبعا دلوقتي ابتدوا يتكلموا كتير لكن زمان ما كانش بيتكلموا كتير. الايطاليان يعني الفيرو زي ما بيقولوا ايطاليان حقيقي يعني. نادي ايه الهولندي كان اسمه ايه؟ بالهولندي ولا بالانجليزي؟ مش عارفه انت قول بقى. انا عارفه اسمه ذا جرافشوب بس بالهولندي ذا خرافشخب يعني جي اتش نطق اخ فتلاقي ذا خرافشخب فالموضوع صعب شويه بس انا اتعلمت هولندي شويه برضه. فتعبت في اللغه طبعا في ايطاليا جدا جدا يعني. بس يعني ايوه بس ايه عشت لوحدك دخلت ايه قعدت اخدت شقه التفاصيل دي اصلها بتكونك كمان كمستقل بقى يعني. حاسه لحد دلوقتي ان انت لسه ابن الاسره صح. جدا اوضتك في البيت. انا اصعب حاجه بعملها في بيتنا ان انا ما بعملش حاجه يعني اكلي موجود بحط لبسي في الغسيل واجي الاقي مغسول ومكوي ما عنديش اي مشاكل بلا رفع فواتير حاجه ولا عندي يعني راجل مدلل يعني. فجأة بعمل كل حاجة لوحدي بغسل وبكوي وبطبخ وبشوف اروح السوبر ماركت اشتري حاجات ليا فطبعا موضوع مختلف مع الكورة مع انك عايش لوحدك عندك 21 سنة. بكيت امتى؟ أول يوم وأنت رايح لسه؟ وصلت. يعني امتى اللي عيطك اسماعيل البلبيسي؟ علمني اسماعيل بحب الأغنية دي جدا دلوقتي. بص حضرتك أنا سافرت في أغسطس. أغسطس بالنسبة لي دايما في السنة في 7 و8 دي كان هو الأجازة يعني بتاعتي. أو أخرج مع أصحابي كان ساعتها بقى العجمي هو البيك يعني ما كانش فيه لسه بقى مارينا والحاجات دي. أنا كنت في العجمي بارادايس بقى وفرحان بنفسي بقى وحازم إمام ونجم وبتاع وهيصة بقى وسهر وبعدين رحت مسافر سافرت 4/8/95 وصلت على الساعة 5-6 الظهر أودينيه هي ما فيش طيارة كنت بطلع روما بلد اسمها ترييستا واخد ساعة الا ربع كده عربية يا لهوي يا لهوي فعلا. فوصلت الساعة 5-6 لقيت الدنيا ضلمة تخيل شهر أغسطس ضلمة الساعة 5 ده أنت في مصر يعني لسه بتبتدي يومك يعني تبقى لسه رايح البحر. فالنقلة دي عملت لي عارفة لو كنت رحت في الشتاء مثلا وأنا هنا الشتاء فبرضه نوعا ما الواحد بيقعد في بيته يعني في الشتاء لكن الصيف هنا في مصر سايب البهجه والبيتش والعيال واصحابك والهيصه وفجاه تروح تلاقي شتاء يعني تلاقي مطر وضلمه الساعه 5 فجالي كده ايه قبضه شويه كان واحد مصري مستنيني كان تقيه يعني فحاطط شريط ففي منهم اسماعيل بالبيسي لقيته والله العظيم انا في البدايه يا غربة بتعلم وخلاص كفايه صعب ان انا اكمل حاجه كده يعني فقلت يعني يا راجل جاي على الجرح انا مش ناقصك يا ابني حاطط لي الاغنيه دي كمان انا بحب الاغنيه يعني بس يعني هي كلامها انا خلاص كفايه صعب ان انا اكمل ولسه انا داخل بقالي ساعتين يعني. انا من البدايه يا غربه بتحمل وخلاص كفايه صعب ان انا اكمل انا من البدايه فالاجواء كده كئيبه شويه
اتعشيت مع رئيس النادي ومع الناس وناس لذيذه جدا كله حلو، طول ما انا قاعد مع ناس مبسوط. اول ما دخلت بقى الاوضه لوحدي ما تعرفش تتكلمي حاجه. الاوض في اوروبا، في تخيلي بقى انت قاعده في اوديني مش مثلا في روما ولا في ميلانو، انت قاعده في اوديني بلد صغيره. الاوض في الاوتيلات دي بتبقى عارف في اوروبا اللي هي البير هيد دي اللي كنزه قوي يعني. يعني واخد بقى هنا الاوضه كبيره، فدخلت اوضه ضيقه كده، سرير صغير، بفتح تلفزيون مش فاهم ولا حاجه، ضلمه جدا. فمش عارفه يعني مش عارفه. كلمت بابا وماما كده فايه وانا بكلمهم واحد ايه انت بتتكلم ترانك مفيش بقى موبايلات ولا حاجه. انا جيت لهم هنا، جبت لهم الموبايل وانا جاي، كان بالنسبه لهم ايه ده يعني قاعد مع اصحابي مفيش هنا ريال سيجنال ولا حاجه، بس فرحان بيه ماشي بيه يعني. والله عارف اللي ماشي بيه في النادي مفيش حد بيكلمني، بس الناس عم تقول الاختراع الغريب ده. لا ويبقى ماشي سايق وبسمع يعني الواد مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه، مفيش هنا شركات اتصالات ساعتها كان. فكلمتهم بقى ايه، قفلت من هنا وانهارت بقى. تعبان يعني، كنت تعبان جدا. بس هو اليوم ده عدى. اول ما بقى رحت المعسكر مع اللعيبه وكده الحياه مشيت يعني الحمد لله. ليه رجعت يا ريتشيتا ده؟ ما بالتوصيل بلا شركه دي ولا كتبت بالمانشستر ولا كتبت بالجرنال. تجي لي من تاعي. تجي لي من تاعي تجي لي من تاعي. ما ما تكانت تبع كنت كنت في ريتشيتا تبع جرنال. ليه جاي لينا انا فاتت كل تسويت. كنت 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 دي بعد. ليه يا ودينا تبع كتبت في. ليه كل ما لقيت في تسويت. I'm not so fine, man. La Reggiana, ultima in classifica, affida le proprie carte offensive basso al giovane egiziano Mohamed Hajem Eman. Subito pericoloso l'egiziano, sbaglia Grun, rimedia pallotta. 87esimo, ancora lui, Eman, sulla sinistra, si libera di pedone e serve in maniera perfetta Poggi. Poggi realizza il gol del vantaggio bianco-nero. È la rete decisiva dell'incontro, 2-1. La Reggiana non ha più il tempo di recuperare. Peccato per la Reggiana che era riuscita più volte in difficoltà all'Udinese. L'uomo chiave, l'egiziano. طب ايه اللي خلاك بكيت في اول ماتش؟ مش عارف، العياط عندي كتير. ما هو انت، انا عمال اجمع الشخصيه. هو انا بتاثر بس شويه كتير كده. لا انت لا بيتوتي واسري قوي والعيله ليها تاثير كبير جدا عليك من جدك. صح. يعني في علاقه مرتبطه مترابطه متشابكه متصله. ف واضح انه كمان ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله الولدين جوهرتين بالنسبه لابوهم وامهم، يعني بيبقى باين العلاقه فيها عشق داخل في البيت كده. في ناس بتربي عيالها بصفه انهم ولادهم وخلاص، كل نام بتاع مش عارف ايه روح مدرسه حاجات كده. لو في بيوت يبقى في حب على طول متصل، في دفء على طول فيه. فده باين قوي في التربيه. عملوا لنا بشكل كبير. لا هو الماتش ده كان ثالث ماتش ليا تقريبا. كان ثالث ماتش، كان اول ماتش ليا في الدوري العبه في ايطاليا. هي ظروف وجت ان انا مستعد كويس وبطمن كويس جدا والناس كلها بتكتب عليا هناك كويس، بس ما بلعبش. فجي ماتش مش فاكر مع مين بالظبط، بيروجيا تقريبا ولا حاجه. وراح منزلني، كنت احتياطي وكنت بلعب ماتشات كلها كنت احتياطي يعني. فراح منزلني، كان 0-0. فنزلت مفيش ثانية، واحد عندنا في نص الملعب عمل تاكلين كده، كان الانذار التاني راح واخد احمر. مفيش ثانية رأيت راح فجأة الرقم بتاعي تاني بيجي، فأنا مش مصدق، أنا ما لمستش كورة، أنا لسه نازل حالا. راح مطلعني تاني، نزلت وطلعت في دقيقة. حتى من كتر حاجة غريبة يعني، عملوا عليها بقى انترفيوز وكتب وجولي بعد راي اونو بقى وراي دو وبتاع، كلموا معايا إن إزاي يعني حاجة ما بتحصلش يعني.
بس ما طلعت اتصدق يعني انا لسه صغير وعامل امال بقى كبيره بالنسبه لي. هو مش قبل كده تحصل ان حد ينزل ويطلع في نفس الماتش وما كملش دقيقه يعني حتى ما لعبتش وحش انا يعني ما فيش حاجه لسه لحقتش. هو راجل يعني المدرب قال لي انت انا يعني الماتش كان هيبقى صعب وانت لسه صغير واول ماتش تلعبه وهتلعب 10 لعيبه مش هتلعب وانت راجل فبس يعني اتاثرت قوي. بس زي بقول لحضرتك سبحان الله دايما حياتي بتختلف في اسبوع واحد بتختلف. ده كان يوم الحد. الحد اللي بعده كنت يعني سوبر هيرو في البلد بتاعتنا اودينيني دي. اولا رحت الملعب كان عندنا ماتش تاني ماتش في عندنا في ملعبنا. انا كان بقالي 3 اسابيع 4 اسابيع بس الدوري اشتغل وكان قبلها الشهر فتره الاعداد فما حدش عارفني كتير. فوجئت لقيتهم عاملين لي قفط دموعك يا حازم اغلى من 1000 هدف وانا ما عنديش اي كريدت ليهم يعني ما لعبتش خالص لسه ما حدش عرفني. بس شافوني في الماتشات الوديه هي البلاد صغيره فشايفيني بشوف بيشوفوني في التمرين عارفين انا لعيب كويس ولد صغير بالنسبه لهم برضو. ليه لموقف دموعك يا حازم انا عيطت لما طلعت اتضايقت بقى ومش عيطت بس يعني اتضايقت بقى تعلموا انت لينا عاطفيين برضو هم جمال والله مش ماشفين كده زي بقيت اوروبا. وبقول لك نزلت الماتش يعني سابوا بيرهوف وسابوا الناس الجامده وعملوا لي يافطه وانا لسه مش معروف بالنسبه لهم يعني فكان نتيجة 1-1 فنزلت نزلت شوط تاني بعد 10 دقايق تقريبا كده زي ما بقول لحضرتك سبحان الله ربنا دايما بيحب يعني يجي يحط الخير في الاخر يعني فنزلت رحت عامل كوره كده ورفعتها بتيجي دايما هي الكوره دي يعني وجابها جون وكسبنا 2-1 وهو الجون اللي انا عملته اللي كسبنا بيه 2-1 وطلعت بقى مان اوف ذا ماتش وكل كل الناس ابتدت تكتب عني وابتديت اشتغل وبعد الماتش طبعا بقى العيال هنا في مصر اتهبلوا بالجون ده ف حياتي بقى ابتدت خلاص تختلف يعني ابتدت الناس تعرفني لعبت الماتش اللي بعديه برضه لعبت الشوط الثاني لعبت كويس جدا وكان عندنا ماتش في مع اي سي ميلان في السان سيرو في ميلانو وكنت هبقى اساسي الماتش ده انا فاكر كان الكلام ده في 4 ديسمبر 95 وبتمرن رحت رجليا مطرقعه مني قبل الماتش بيومين قعدت فيها 6 شهور ما لعبتش السنه كلها بعديها فبس يعني هي من الاسباب ان انا ما نجحتش قوي في ايطاليا هي الاصابه دي عطلتني كتير قوي قوي يعني انت بتحاسب نفسك كتير قوي بتحاسب نفسك يعني بالتعرف عليك ده انا اول مره اقابلك اتشرف باني اقابلك ربنا يخليك طول الوقت عندك يعني وعيك واعي جدا لفكره انك مش عايز تبقى نجم ابن ابوك طول الوقت فطول الوقت بتقول لي انا ما كنتش اتعرفت عمال بتقيس مقياس معرفتك لمجهودك جدا وكلام مش منطقي اللي انت بتقوله ان انا ما حدش عارفني في نادي زمان يعني اثناء ما احنا بنتكلم كده بس في حتت انت مش فارق معاك انك معروف ان انت حازم امام ابن حماده مش دي قضيتك خالص عشان كده عمال بتقيس نجاحك بما تحققه انت فعلا جدا عم زي الواحد بيقطر الميه وياخد الاسانس قوي اللي هو حقيقي هو ما انجزته انت فقط يعني دي طبعا عشان يعني بابا الله يرحمه حتى كان دايما يتكلم عن نفسه هو كده مع جده لان يعني جده برضه كان هو المشهور وكان بابا لسه ما حدش عارفه ما كانش بيحب حد يقول انا ابن يحيى امام يعني يحب هو انا حماده امام لغايه انا بابا اسمه فادني لما اشتهرت لكن في الاول ولاد النجوم بيتحاربوا جامد جدا في الاول لغايه لما بتطلعي بقى اول ما تطلعي خلاص الشهره بتجيلك منه هو يعني انا لما لعبت مع لعيبه كتير قدي بس انا اشتهرت عنهم ان انا ابن حماده امام بس عشان تطلعي بقى الحته دي هي دي بتتعبي قوي الناس كتير ما بتحبش تساعدك يبقى بقى عنده مشاكل مع اهلك مع ابوكي يعني مثلا حصل حاجه هو يقعد بقى هو وابوه ياخدوا كل حاجه لكن اول ما بتعدي المرحله دي رئيس بابا فادني طبعا بجميع المقاييس اولا الناس حبتني بسرعه جدا من خلاله هو اشتهرت انا لغايه دلوقتي في ناس تقول لي ابن حماده امام ده ابن حماده امام مثلا او ده حماده ما بيقولوش حازم ف هو كان راجل عظيم جدا هو كان مبسوط بيا بالحته دي يعني الحمد لله وكان محبوب على حق كمان وكان يعني
ان انا كنت جنبه في اخر ايام دي وما سافرتش وكان مبسوط بيا يعني الحمد لله. في 98 بقى ايه اللي حصل في البطوله دي يا باشا؟ كاس الامم الافريقيه ده حاجه من الحاجات الصعبه اللي تتكرر. رايحين بهموم بلد عندها انتقادات رهيبه للفريق وللمدرب كابتن جوهري. الناس كلها بتهاجمك، مفيش اي امل في حافه انك هتعمل حاجه، نقد لازع لكل الناس. فكنا يعني زي ما كنا ناس راحت في حته لوحدهم، محدش بيسمع عليهم زي ما بيقولوا. وده يمكن عملية نوع من التحدي شويه، ان احنا مستخبيين، ما مش عامل عليكي ضغط، ان انت الناس راميه طوبتك اساسا، فمفيش ضغط عليكي انك تحققي حاجه. وكان مجموعه لعيبه محترمه جدا عايزه تشتغل بشكل كويس، معاهم جهاز قوي جدا محترم بيشتغل بيتعب. على فكره الشغلانه دي اللي بيتعب فيها بيلاقي. لكن لازم تتعب، في ناس ما بتتعبش. فبصراحه اللي شفته من الجوهر مخليني اشوف مدربين تانيين ما بيشتغلوش خالص بالنسبه اللي كان بيعمله يعني. فربنا كرمنا بشكل كبير جدا في البطوله دي بشكل رائع يعني. حتى رد فعل الناس لما كسبنا كان فوق ما كان طبيعي، لان الناس ما كانتش متوقعه انك تاخد بطوله افريقيا. يعني انا فاكر احنا جينا استقبلونا في مطار القاهره، احنا مش عارفين نمشي من الاتوبيس من الناس مستنينا في صلاح رئيس الجمهوريه مستنيك ومش عارفين جالنا. وقعدنا معاهم وبعدين طلعنا من الاستاد من المطار، حياك شارع العروبه ده مقفول. ناس مدوز، ناس مش عارفين نمشي. للاسف الحاجات دي مش دوكيومنت دينا، كانش بقى موبايلات، كان في موبايلات يعني بس ما كناش ساعتها انتوا قوي، ما كانش في كاميرات لسه والحاجات دي. لا بس كان في كاميرا التلفزيون. بس قصدي احنا يعني دلوقتي مثلا الواحد يعملها، كان دي لحظات تاريخيه. الشارع كله واقف، الناس كلها مستنياكي، وطلعت الشارع ان احنا نطلع على استاد القاهره، استاد القاهره كان مليان. ف احلى حاجه انك تحس انك فرحت شعب يعني، خصوصا الشعب المصري يعني. فبتحس انك عملت انجاز يعني. الحمد لله يعني. ايه الجون؟ انت عارف هقول لك ايه؟ الجون اللي اتقمص فيه منك كابتن حسام. لا مش اتقمص، هو اللي جاب الجون بس انا اللي خدت السكسين. ايوه. يعني قال لي يا ابني هو انا اللي جايب الجون ولا انت؟ يعني انت ليه الناس بتكلمك انت؟ الجون بتاع بوركينا اللي الكوره اللي عملتها بكعبي ليه دي؟ فاحنا راجعين الناس كلها هايله، حازم جامد، حازم محدش يقول له حاجه، هو خالص يعني هو اللي جايب الجون يعني. قال لي يا ابني انت في ايه يا ابني؟ ده انا اللي جايب الجون، انت الناس بتكلمك انت ليه؟ سوى عظيم يعني، هو من اللعيبه العظيمه فعلا. يعني لقب يعني كلمة عظيم دي على حسام حسن بصراحة، ان هو لعيب صعب يتكرر تاني بصراحة. ومن اسباب نجاح انا كلعيب كورة ان لعبت مع حسام. لا والله. لان عنده ميزة حسام تديله الكورة، او كابتن حسام يعني تديله الكورة يجيبها جول. فانا اللي بتصيط يعني. يعني في لعيبة كتير لعبت معاها اديها ما بتجيبش، فبنطلع ما فيش حاجة ما عملش حاجة. فانا كانت ميزتي ان انا لما اعمل كورة وتيجي جول بيبان شغلي. فهو بصراحة من الناس اللي كان بيخلي التابلو شكله حلو يعني. قوي. حازم امام لطارق لحازم، حازم وقف جول، ده فاول، يا سلام يا حازم، يا سلام يا حسام، الله الله الله، لما ضرب التسلل واتعمل حلوة قوي لحازم امام، والراجل قال لي بتروح وقف التسلل، بس حازم امام ممكن يكون مصاب بالتسلل، بتروح حازم امام، الله اكبر التاب قوي، وحازم امام يطلع كل الناس، وحطها يا حسام، عشان يحط الكرة رجله الشمال على اليمين.
كنت جايب ايه من بوركينا فاسو وانت جاي؟ لا ولا رايح ولا وانت ولا رايح كنت جايب بلاي ستيشن. ايوان هي اللي يعني طرت القعده علينا شويه هناك. انت غاوي الحاجات دي؟ كنت بس خلاص دلوقتي بقيتش العب. بس انا كنت ادمان بلاي ستيشن. بتلعب ايه دلوقتي؟ بلعب اتاري زمان طبعا الحاجات طبعاً. دي كلها وكمبيوتر صخر وبتاع زمان. عيب عليك عيب عليك. وبقى بلاي ستيشن بجنون يعني. طب دلوقتي بتلعب ايه؟ لا دلوقتي ما بلعبش خلاص بقى. بتتسلى بايه؟ انا بقى شغل بقى وبسافر وبقعد بقى لوحدي بقى مع عيالي وبتاع بحب اقعد معاهم يعني. بس بناتي بس اللعبه دي يعني احنا كنا قاعدين في حته زي الصحراء. تخيل حاجه قاعده في بوركينا فاسو مش في العاصمه في بلد اسمها واجادوجو مفيش اي انترتينمنت خالص مفيش اي حاجه التلفزيون مفيش غير قناه واحده بيجيب فيها ماتشات الكوره وبعدين بقيه اليوم مفيش حاجه فلولا البلاي ستيشن دي كانت هي بقى تجمع اللعيبه عندنا في الاوضه عندنا يعني. كنا كل يوم بنلعب بالليل بيها وفادتنا في الماتشات حتى كنا بنلعب زي ما بنلعب كوره يعني في البتاع. فكرتني لما العيال ابتدوا يلعبوا ما اعرفش بلاي ستيشن بقى ولا ايه بعد كده للفيفا ماتشات الفيفا ويقولوا لهم ان على فكره الفرقه التلياني فيها لاعب مصري اسمه حازم امام فيقعدوا هم مش عارفينك يجيبوا حازم امام. انا اعتقد انت لعبت حازم امام صح؟ طبعا يعني كنت تلعب بالشخصيه بتاعتك. ونزلت هنا لما جيت الزمالك اتعمل كان اول مره تلعب لعيب مصري يتحط على البوستر كنت انا حازم امام وكنت فرحان قوي بنفسي قوي مش عارف العب حازم امام بقى وفرحان بيه. كانت لسه جديده الحاجات دي اصلا. طبعا. طب ايه بقى سر مكنه الحلاقه؟ الحلاق اذا تعرف بس ان انت يعني برضه شقاوه مش كله عاقل. لا ما انا بس انا العاقل انا هاخدهم على الهادي يعني هنعملها ويبقى شكلنا حلو وبعدين ما بحلقش انا. خدت الفرقه كلها معايا. مين اللي حلق؟ الكابتن حسام. كابتن حسام و ابراهيم ما كانش معايا كان كابتن حسام ومدحت عبد الهادي محمد عماره ياسر رضوان. انت اللي خليت كابتن حسام زلابطه خالص اول؟ لا هو بيحلق زلابطه بس يعني انا من الناس اللي بعديها بقى خدت اللعيبه كلها ورا بعض يعني مدحت وعماره والناس دي كلها. دي كانت ايه بقى؟ كانت مكنه مختلفه ولا لا بس الحاجات دي امال انت هما كانوا بيزنقوك مثلا؟ عشان زمان كان شيل المكنه ده كان زي دلوقتي موجود. كنت بقى بلعب في ايطاليا بقى فجاي بقى اللي هو جاي من الخليج يعني معايا كل الادوات الحاجات يعني بلاي ستيشن دي كان اختراع. ايه ده اللي انت جايبه ده؟ ايه الجهاز ده؟ فبس وبعدين بس انت بعدها باين كابتن حسام زعق لك ليه على الحلقه ولا كان على ايه؟ هو كابتن حسام يعني عالمي. لا هو اتضايق ان انا ما حلقتش زيهم. انا كنت انت معك. ايوه انت حمرقت. انا قلت هحلق وبتاع بيقول لا انا بحب شعري مش هحلق. انا احلق ليه؟ انا رايح ايطاليا تاني هعمل ايه؟ لازم ابقى بشعري. اما خلصت الاحتراف بقى رجعت نادي الزمالك اولا احساسك وانت راجع النادي عايزه اعيشه معاك واول ماتش تلعبوا مع الاهلي المنطقه دي برضو عليها ستريس جامد. بقول حاجه يعني ربنا كده بيجيب لك سيناريوهات لو عملتيها انت على ايدك مش هتبقى بالحلاوه دي يعني. ان ترجعي بعد 5 سنين على ماتش اهلي والناس مش عارفه هتلعبي ولا لا وطبعا لغايه اخر دقيقه لا ما جاتش البطاقه بتاعته لا جت. كانت ايه بقى بطاقه؟ كانت بطاقه ضريبيه ولا كانت ايه اللي اتعطلت دي؟ الواحد قاعد جاهز على الماتش وفي بطاقه فالجماهير كلها يا نهار اسود في عشان العب في النادي لازم يبقى عندي كده الكارت يعني زي الكارت كده اللي هو انا في النادي كذا. فانا كنت في اودينيزي فلما بيحصل بقى ترانسفير وكده بتدفعي فلوس فلازم الفلوس تخش البنك يعمل ترانسفير فالترانسفير ده ممكن ساعتها بياخد وقت شويه فقعدنا في الليله دي لغايه يوم الماتش. يعني انت ما تبقاش فاليد كلاعب انك تلعب الا لما تكون عملت ترانسفير اللي انت بتقول عليه ده؟ طبعا هو ما ترانسفيرز في تو ترانسفيرز في السنه دلوقتي واحد لغايه 31/1 مثلا ولغايه 31/8 بيحصل مرتين من شهر 6 تقريبا 31/7 لغايه 31/8 من 7 ل 31/8 ومن شهر 12 ل 31/1 هما دول التو ترانسفيرز تشتغلي فيهم يعني. اللي هي اللعيبه بتتنقل بيها في النوادي. اوكي. جيت مصر هنا وعملت الديل مع نادي الزمالك وخلاص وسيتلت كل حاجه بس لسه الورقه دي ما جاتش البطاقه دي ما جاتش بس بتمرن مع الفرقه وهلعب وكل حاجه لغايه بقى جه الماتش النهارده الماتش الصبح على الفطار فلقيت الكابتن مستر كان ساعتها واحد الماني اسمه اوتوفيستر هو كابتن حلمي فان قال لي بص حازم الورقه ما جاتش لغايه دلوقتي
فهارد لك يعني مش هتبقى معانا, ما هيبقى صعب يعني. فطبعا ضايقت جدا, ماتش اهلي وبتاع ومتمرن كويس وعايز بقى الكامباك ده ان انا ارجع وكده يعني. لغايه على الغدا برضو مفيش حاجات يا جماعه, الورقه ما جاتش والجماهير عارفه انك مش هتلعب. ساعتها بقى الدنيا ما كانش فيه لسه مواقع ومفيش حاجه فهو مفيش غير الجرايد, فكان الكلام قبليها بيوم ما جاتش الورقه. لكن ولا في برامج بقى ولا في استوديوهات ولا في اي حاجه, فالناس مش عارفه يعني. دلوقتي بقت اي حاجه في خمس دقايق في خمس ثواني بتطلع يعني بالظبط. فالناس الجمهور رايح مش عارف هلعب ولا لا, حاسم هيلعب ولا لا, لغايه ما راح الملعب حاسم مش موجود. بس بقى لغايه لما جت مثلا الساعه, الماتش كان بالليل الظهر كده, قبلها بساعتين ثلاثه كلموني قالوا لي الورقه جت وخلاص وهتلعب وبتاع, ولعبت الحمد لله. دخولك الملعب بقى فارق. بص الناس بقى, ما بقول لك اللحظه وانا نازل محدش عارف انا هلعب ولا لا, محدش عارف انا موجود ولا لا. فمن احلى لحظات حياتي وانا بنزل الملعب وجمهور الزمالك شايف انا السعاده في عينيه, والعوه هو بقى طلعت من النحق يعني. طلعت هنا في اللحظه دي؟ اه في اللحظه دي والله. لان يعني انا جيت بقى وبتاع الحمد لله, انا جيت بمكسب يعني, كسبنا 3. انتوا كسبتوا 3-1 ولا 3-1؟ كان بقى لنا فتره كبيره ازاي ما كسبش الاهلي 3 يعني. ملعوبه على طول من طارق السعيد لحازم امام ويلعب كره عرضيه وحسام حسن وحسام حسن في الدقيقه الرابعه يتلقى هديه المايسترو حازم امام. ادي الكره العرضيه سعيد عبد العزيز ويطلع وخطر واستلام حلو قوي وتصويبه حلوه 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 حلوه. وادي اول واحده خطا دفاعي من الجيل السابعي ويقتنص علاء ابراهيم بالتخصص بقى يجيب هدف التعادل اللي كان الاهلي. وادي خالد الغندور يلف واحده عرضيه والهدف الثاني نادي الزمالك مدحت عبد الهادي. مدحت عبد الهادي وهدف رائع لمدحت. حازم امام, حازم اعتقد نقطه تحول كبيره قوي في اداء وسط ملعب نادي الزمالك في مسابقه الدوري العام. حازم شوف حضراتكم المهاره وسط حصار من اربع لاعبين, وادي المهاره وعدى حلو قوي حازم وحازم وخد الغندور, ولكن على طول تدخل من شادي. وادي المهاره بقى طارق السعيد وهجمه زملكاويه ويلف واحده حلوه وحسام حسن وحسام يتالق العملاق يتالق وحسام حسن يتالق بالفانيلا البيضاء والهدف الثالث لنادي الزمالك. وخدنا هيا الدوري بعديها وكده. طب احكي لي العو يعني ايه يعني؟ مش عارف والله, انا ما كنت اسمعها ساعتها. اللي بيخوف يعني. لا ما انا فاهمه. لا انا قصدي اقول انه قد كده التوقع بتاع, كانوا مثلا خايفين من الاهلي قوي فمثلا لما انت نزلت بقى العو. الزمالك بيقول العو ليا انا ان انا بخوف يعني. ان انا بخوف الاهلي او بخوف اي فرقه. ايوه انه قلقانين من الماتش وانك انت كمان مش نازل وحاطين عليك امل, فلما نزلت بقيت العو. وفعلا كسبته في الماتش ده. نزلت يعني كسبنا 3. لا برضو لا, التسمية جاية في مكانها. عملها بشكل حلو بصراحة, جت يعني في وقتها. لا يعني انا وانا نازل الملعب لما كان زمان الجمهور ده ليه خصوصا ماتش تاكو اهلي, فانت نازل الملعب حاطه رجليك جوه الملعب اول ما الناس تشوفك وتسمعي الصريخ ده بتحس بتبقى عايز تموتي نفسك في عايز يجي الماتش يلا بقى. فشعور انا مش هنساه, اول ما نزلت والناس شافتني جمهور الزمالك والصريخ يعني كان حاجه. الحمد لله كنت على قد المسؤوليه دي يعني. اذا كنت لان الانطباعات الاولى بتدوم. انت قد ايه تقريبا كان عدد الناس؟ لا كان كتير يعني. كام؟ اهلي جمهور كله متقفل والزمالك جمهور متقفل. كان في 70-80 الف على المسرح مثلا. يوم ما يبقى المسرح كبير 1500 يا لهوي مسرح كبير, بتبقى الواحد عامل ازاي؟ روحه متعلقه بضحكه ان حياته عنقوده متعلق. صح. الناس بس لو حاجه قلتي في مثلا والناس ضحكت خلاص المود بيتغير. انت ما الزغرطه دي جايه برضو بساعات تبقى داخل. ما هو كده يعني, لما تيجي تلعبي كويس تسمعي رد فعل على طول. فده حاجه رهيبه. بس في لحظه يمكن مش عايزه اقفز لها دلوقتي قوي, اللي هي نفس اللحظه بس معكوسه. اللي هي كفايه. ماتش اسماعيلي. دي كانت عامله ازاي؟ والله بص حضرتك يعني, دي كان ليها قبليها كده مسببات وليها حاجات, وكان ابتدى النقد عليا كتير وابتدى يعني يتكتب عليها حاجات افتراء كتير قوي الفتره دي. افتراء؟ طبعا. انا كان في ناس فاكره عايزه تبطلني يعني, فكانت فاكره ان حازم هو لو مشي هيبقى الزمالك كويس, وفي ناس كانت عايزه تبطلني كوره هنفيه يعني. فانا كنت عارف ان هي يعني, مثلا كنا في معسكر ساعتها في فرنسا وكل شويه يكلموني مصر, يا ابني هو انت اغمى عليك؟ اقول لهم اغمى عليا ليه؟ يقول لي اصل كتبوا ان انت اغمى عليك ما استحملش التدريب. اقول له يا عم مفيش الكلام ده.
يكلموني يقولوا هو انت طلعت الاخير مش عارف ايه، قال لهم اخير في ايه؟ يقولوا لي في الـ في الـ في الاختبارات. قال لهم لا طبعا مفيش حاجه من الكلام ده. احنا سنه كام؟ 2008 ده 2007 كانت المواقع اشتغلت بالسرعه دي، ده عمالين يموتوا في الناس ويصحوا فيها ومعاد. كان جرايد كتير بتكتب كل يوم وكده اه، وكانت مواقع بتاعت على على يعني نوعا ما شويه فعمالين يغزوا في الناس ان انا وحش. وبعدين راح جاي المدير الفني بتاعنا اسمه هنري ميشيل مشي سابنا ومشي. فراح قايل لك ده حازم امام السبب، اصل هو مش عايز حازم ونادي الزمالك عايز حازم فماشي، مع ان هو اللي كان بيلعبني. فجينا على ماتش الاسماعيلي فلعبنا فخسرنا، هم كانوا يعني بتاع 500 واحد يعني كان ملعب مش على جنب كده فقالوها. فانا كنت عازر الناس دي لان انا الشحن اللي هم اتشحنوه بالنسبه لي اول ماتش يخسروا، فكنت عازر حاسس الموضوع مش، لان جمهور مصر كله ساعتها يعني يعني كلموني يعني زي الايام دي كده يعني. فما كنتش يعني عارف الموضوع مش على قد الكلام، الموضوع ده كلام عيال صغيره كان ساعتها وتعبانين وزعلانين من الزمالك خسران وعمل رد الفعل. مش عايزين نقصوا عليه يعني، بمجرد نزول الثلاث دقايق مونيا مرمى الزمالك بهدف، تمريرتين وراهم ما كانش موفق فيهم، فقد اعصابه، فقد سيطرته واحساسه بالكره، الله يكون في عونه الحي. الزمالك بشكرهم جدا جدا، الناس طلعتني فوق تافهه ايوه خلاص ده عيوم يعني لازم احترمهم. بس هو اللطيف فيك ان انت اللحظه دي استوقفتك جدا وخدت قرار ما اعتزال بقى اعتزال انه انا عارف امتى همشي ويبدو ان هذا جرس ما يعني في لحظه صادقه مع نفسك طبعا. حتى ولو كانت المشاعر اوفر في اللحظه دي. بص يعني انا السنه دي كلها الناس كلها بتقول لي ما تمشيش ما تبطلش وهم نفسهم اعتذروا لي وعملوا لي حيوفط ومش عارف ايه والكلام ده كله، بس انا كنت انا كحازم دايما علاقتي بالجمهور هي علاقه مباشره. العب كويس جمهور على طول بحس بيه بيحبني عشان انا لعيب كويس. لما بقيت احس ان في زمزقه عليا شويه حتى لو هم جرايد بتكتب وكده، بس ما خلاص بقى هم يزمزقوا عليك من النتائج مش مساعداني. احنا برضو نادي الزمالك الفتره اللي جت انا شايف ما ساعدنيش يا حازم. ما جبناش لعيبه تقومني كويس، الناحيه الثانيه الاهلي بيشتري لعيبه كل شويه فبيخلي دايما الفرقه كويسه. احنا لعيبه بيعتمد لسه على حازم امام اللي عنده 33 سنه هو اللي المفروض يكسب. مفيش حد بيشتغل كده، لازم معاك فرقه يعني. فبصيت كده في الاجواء حسيت ان السنه الجايه مش هتبقى مش مفيش فرق يعني هيبقى بالعكس نفس الكلام وهيبقى كمان ممكن يكون اوحش وده اللي حصل فعلا يعني. فكان عندنا ماتش فاينل كاس وده برضو اتاثرت فيه قوي لان 120 الف كله بيقول لا يا حازم يعني برضو ده لحظه غريبه ان كل الناس دي واللعيبه لا عايز اعيشها معاك اللحظه دي. والله بص اللعيبه اساسا التيشيرت دي انا فوجئت بيها في اوضه اللبس، كانوا لابسين تيشيرت كلهم مكتوب حازم لا الاعتزال فوجئت بيها في اوضه اللبس. فكان موقف انساني يعني من الحاجات الصعبه قوي والحاجات الجميله للعيبه يعني كتر خيرهم. بس الجمهور بقى كمان في الملعب واحنا بنسخن ده اللي تعبني شويه اكتر يعني. من مواقف الحمد لله ان ربنا دايما يعني يعمل لي حاجه، في حاجه مثلا تبان في اولها زي مثلا حاجه تقول كفايه دي، بس رد عليا بعديها ب 120 الف مش ب 50 واحد قالوا بيخلي شكلك احسن وبتحس ربنا شايل لك حاجه دايما احسن يعني. فانا كنت شايف ان يعني حتى مراتي مثلا كانت تقول لي لا هي ما حدش مصدق ان انا ممكن ابطل كوره. تقول لي لا ما تلعب والناس كلها عايزاك، وبصراحه والنادي كان عايزني والمدير الفني كان عايزني. بس انا كنت شايف ان انا خدت كل حاجه وكسبت كل حاجه، ايه اللي هيفيد السنه دي زياده عليا؟ خصوصا ان انا شايف في الاجواء في ناس ممكن ما كنتش حابب اقولها ساعتها، بس انا شايف ان النادي مش هيبقى احسن وهبقى معاه في نفس الدوامه دي وحازم هو السبب. فتخسر اكتر. فخسر اكتر. والسنه اللي بعديها اللي انا اعتزلت فيها الزمالك طلع السادس في الدوري لاول مره تقريبا. وطلعنا من فرقه صغيره اسمها بني عبيد في الكاس. فانا كنت بتفرج بقى وانا بره عمال اقول سبحان الله لو انا كنت سمعت الكلام ولعبت كان زماني دلوقتي شايل بقى الليله دي كلها باللي فيها وعمال انزل وانزل وانزل. فالحمد لله ان انا يعني خدت قرار في وقته يعني. خدنا كاس مصر وبطلت بعديها.
هل في الفترة دي اللي في مسؤول كبير في النادي الأهلي بعت قالك أنا عايزة ما تيجي النادي الأهلي؟ قبليها. قبلها. بس مش مسؤول يعني برضه، عشان هو من محبين يعني. محبين الجامدين يعني. اللي كان دايما مع النادي الأهلي على طول. طب كان باني الاقتراءات يعني، انا اقدر اتخيل باني الفكره على ايه، لكن انت فسرتها ازاي ورد فعلك كان ايه؟ اكيد كنت مبسوط لان تحس ان انت عليكي طلب، خصوصا النادي الاهلي نادي كبير طبعا. لكن كنت عارف اني مش هروح. يعني صعب ان انا اروح يعني. هو كان بيغامر بايه؟ بيراهن على ايه؟ ماديا طبعا يعني يعني كنت باخد مثلا اقوى، بص اقول لك حاجه، اقوى لعيب ساعتها كنت انا باخد فلوس مثلا، ساعتها كنت باخد 300,000 في السنه. كان جاي لي مثلا ايه 10 10 في 3 سنين 10 مليون مثلا يعني. حاجه خزعبليه. بس عشان عارفه ما لو اتكلمتي ماديا ممكن يعني، لو ركزتي اصل انا مش مادي قوي يعني عامه في حياتي يعني. يعني دايما بالنسبه لي الحياه استقرارها او ان انا اكون مبسوط في مكان اهم من ان انا اكون معايا فلوس اكتر يعني. فالحته دي مش بتاعتي او الفلوس يعني. طبعا مهمه الفلوس وكل حاجه، بس قصدي لو انا مثلا فلوس قليله بس مبسوط اكتر ما اروح في حته فيها فلوس ومش مبسوط ما اخد الحاجه حطيتها في المقدمه يعني. فما قدرتش اروح يعني، الموضوع كان صعب يعني. رديت عليه بجمله او كلمه؟ لا يعني اللي هو مش ما ينفعش حازم حماده امام، ما ينفعش يعني. هيبقى اولا كنت بشوف هيبقى في حصر في عيون الجمهور بالذات، ان الجمهور هيبقى كسره جامده يعني. انا مثلا هشتهى شويه بس بشكل مختلف لما رضا عبد العال راح للاهلي. انا كنت بحب رضا عبد العال جدا وبحبه طبعا يعني، بس كنت بحبه جدا كلاعب كوره. وكنت بقى ساعتها مشجع يعني، انا الواحد انا كنت بشجع كنت واحد درجه الثالثه واروح بالاتوبيس مع اصحابي ونطلع من نادي الصيد كده في 67، ده كان على نشاطه محل اسمه حزين بيودينا خدمه الاستاد. نروح من خدمه الاستاد نطلع على الملعب. فمن الناس اللي بروح الماتشات كلها، ماتشات الزمالك والاهلي لازم اكون موجود في الاستاد. فكان رضا عبد العال ده بالنسبه لي يعني ايكون يعني. فلما راح الاهلي اتضايقت قوي، حسيت اتكسرت يعني. ده النجم بتاعنا راح الاهلي. فحسيت لو جال الموضوع ده فينا جمهور كتير هيبقى ألم مش حلو. ألم مش حلو. طب في الفترة بقى ما بين عودتك للزمالك واعتزالك، أفضل سنة أو سنتين في المرحلة دي في الزمالك كانت إيه؟ أول ما رجعت طبعا سنتين تلاتة اللي على طول ورا بعض دول خدنا فيهم 13 14 بطولة. كنا بنكسب أي حاجة بنخشها. بطولة أفريقيا، الدوري، كاس، بطولة العربية. يعني يمكن افضل فتره في تاريخ الزمالك، حتى في الفتره في العقد التالي او يعني في الالفيه دي. كان الحمد لله الجيل بتاعنا اللي عمل فيها بشكل كويس، والحمد لله ان انا ربنا كرمني مع جيل كويس. مفيش حد في الكوره لوحده يعني. ربنا بيديكي ميزه شويه الناس تحبك، لكن انت لو معكيش ناس كويسه مش هتكسبي حاجه. فاحنا كان معايا جيل بصراحه قوي يعني، من بدايه من عبد الواحد وعبد المنصف الجون ومدحت ووائل وتامر عبد الحميد وابراهيم حسن وحسام حسن وليد صلاح عبد الحليم ابو العيله جمال حمزه، في اسامي طارق السعيد والسيد وخالد. فدول جيل عمل كلنا عملنا مع بعض حاجه كويسه. انهي سنه بقى؟ 2002 2003 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 3 4 سنين دول كسبنا كل البطولات يعني. اصعبهم كانت ايه؟ أصعبهم كانت بالنسبة لي في سنة طبعا خدنا الدوري فيها في آخر ماتش، ده كان صعب جدا. لأن الأهلي كان هو اللي راكب الدوري. وخدنا منه الدوري في آخر ماتش. ده اللي اتعمل فيه بنالتيهات؟ لا، ده اللي الأهلي تعادل خسر من إنبي وإحنا كسبنا الإسماعيلي. الحاجات دي دايما حاجات نادي الأهلي، اللي هو بيكسب في آخر دقيقة وياخد الدوري في آخر لحظة، دايما الأهلي كان بيعملها. فدي كانت لأول مرة يعني أعيشها وأعاشرها، إن الزمالك هو اللي يخطف الدوري في آخر ماتش. فدي كانت من الدورات المهمه، واي حد عصر الدوري ده يحس دايما بشكل مختلف يعني. يعني انتوا بتلعبوا مع الاسماعيلي والاهلي مع الانبي. وانتوا في كل ماسك الراديو بيسمع كالعاده يعني. اللحظه ان انت مش متوقعه انك هتكسبي الدوري النهارده. قبل الماتش الجمهور عندنا في الملعب لا يقل عن 300 واحد مثلا، مفيش حد خالص. يا نهوي، الجمهور الناحيه الثانيه في ماتش الاهلي متقفل. ملعب المقاولين مقفول، خلاص الاهلي يكسب ياخد الدوري. يتعادل هنلعب احنا هو ماتش فيصل.
لو احنا كسبنا. اه فالسيناريو ان الاهلي يخسر وانت تكسبي يعني مستبعد قوي، مستبعد. واحنا رايحين الماتش عاملين نقول احنا ممكن ناخد الدوري النهارده، فكله ايه، لا يا عم الاهلي هيكسب، خلينا احنا بس في ماتشنا نكسب احنا وهما يعني. فجيه امبي جاب جون في اول الماتش في اول الشوط الاول. فكلنا طبعا بقى ايه بنلعب ودننا معاه الراديو، احنا خلصنا الماتش قبل الاهلي خلص 1-0 واقفين بقى كلنا بنسمع الراديو، لو الاهلي جاب جون هنلعب هيبقى تعادل نفس عدد النقاط يعني. بس بقى حجون طبعا ما جاش والاهلي خسر، واحنا بقى خدنا الدوري اصعب دوري خدناه في حياتنا، لان احنا كنا فرق، الاهلي كان فرق عننا 6-7 نقط وخدناهم ورا بعض، كسبنا الاهلي وبعدين كسبنا كل الفرق، وهو تعادل ماتشين وخسر الماتش الاخير ده، فخدنا فرق نقطه. فواحد الدوري ده من اصعب الدوريات ومن احلى الدوريات اللي ليها طعم صعب يعني، طعم حلو قوي. على الله ايوه اللي انت حكيته وسردته كله ده اخر جيل في الزمالك اخد بطولة افريقيا. اخر جيل صح. احنا خدنا جيل، خدنا بطولة افريقيا، من ساعتها ما كسبناش تاني البطولة. ان شاء الله تبقى السنة دي بقى. طب انت كانت ايه البطولة دي كانت عاملة ازاي، بتشكل لك ايه؟ بص هقول لك حاجة، هو وانت بتلعبي ما بتحسيش باللي بتعمليه. يعني بتركزي، عندك ماتش فبيخلص تخش على ماتش تاني تخلص لكن لما مثلا دلوقتي بقى بعد ما حضرتك كده او قعد مع الناس تخش تبص على السي في، لا كسبنا هنا وكسبنا هنا وكسبنا هنا. ما بتحسيش بحجم الحاجه غير لما بتبطلي وتبصي عليها كده وهي متعلقه قدامك او ناس تتكلم عليها، فبتحس انت عملت حاجه كتير. لكن وانت بتلعبي كل يوم عندك ماتش وكل يوم عندك تمرين، فبتحسي انك مبسوطه والناس فرحانه بيكي، لكن مش شايف الايمج على بعضها، انت مشغول بالخطوه دي دلوقتي. مش شايفها بشكل يعني، ابتديت احس باللي انا عملته مثلا لو كنت عملت حاجه يعني دلوقتي وبعد ما بطلت كوره. لما اتكلم مع بناتي مثلا يقول لي انت ما بتعرفش تلعب مثلا، هم عندهم احساس ان انا يعني انت ايه يعني، الناس بتصور معاك ليه يعني، بتعمل ايه يعني. فقال لهم يا بنتي انا اخدت كذا وكذا وكذا. خالد الغندور اللي هو كان مؤهل نفسه ان يستلم هذا الكأس بيشيل كأس وزنها 2.5 كيلو، لا والله خالد الغندور يعني نقول بتاع 68 كيلو شايل 2.5، مش تقال عليك يا خالد، بالفضة، ويتبادل لاعبي نادي الزمالك الكأس. وائل أباني طبعا فرحانين القيمة الأدبية والمعنوية والبطولية اقوى كتير من المليون دولار اللي احنا بنقوله. نادي الزمالك صرف يمكن اكتر من مليون دولار في الرحلات او اقل قليلا في المكافآت والرحلات. وينتهي هذا العرس الكروي الجميل احبائي الكرام، وكما تمناه الجميع نادي الزمالك يفوز بهذا اللقب. Thank you.
في الرحله دي امتى حبينا واتجوزنا بقى في المرحله دي؟ 2003 اتجوزت. 2003 خطبت 2002. جيت مصر خلصت الاحتراف بره وبتاع. قعدت شويه كده وبعدين عرفت بقى مراتي. قعدنا شويه كده صاحبين يعني. حبوا بعض. وبعدين يعني بعد 6 شهور اتقدمت وقرينا فاتحه وبعدين بعديها بسنه اتجوزنا. البنات جم امتى؟ هيا 2005 وتاليا 2007 ولولو 2010. يعني بنات. ما شاء الله. الله يحفظهم ويحميهم يا رب. طب امال فرحك بقى حصل فيه احداث؟ احكي لي. والله بصي فرح حضرتك يعني انا كان نفسي ابقى مهتم بيه اكتر من كده. انا ما اهتمتش بيه يعني مش ما اهتمتش كان لازم يبقى ابقى مركز كده واجيب كاميرات كتير بره لان اياميها احنا انا اتجوزت في اوتيل اللي هو على قصر النيل ده مش عارف نقول اسامي ولا مش مهم يعني هو على كوبري قصر النيل الكبير فاللي بيقولوا لي بقى هم جايين يعني كوبري كان زحمه وواقف وناس لابسه كتير 14 واعلام وكان بره طبعا جوه كان زحمه بس انا قصدي اللي بره الناس اللي هي مش معزومه كان جايه عايزه تشاركني اللحظه يعني بس انا عندي مشكله انا بحب ما بعرفش اعيش اللحظه يعني بحس دايما ان انا الموضوع سهل او بسيط لكن بعد كده كان لازم اكون مجهز له اكتر من كده شويه بقى كنت سايب الموضوع لمراتي ما كنتش يعني انا ما عندي بطوله وبتاع فكانت هي اللي شغاله في الليله دي يعني بتاعت الفرح ممكن بقى نعمل بقى ايه يعني اشخاص
على ياسر ريان وهوبا ومجد السيد وحسن امام هوبا لابو العيلة تاني ومين يقابل وحازم وحط يا راجل الخامس يلا يا حازم يلا يا حازم يلا يا حازم يلا يا حازم ايوه كده يا ولد يا ولد يا ولد الله الله عليك يا حازم حازم هوب يا حازم هوب يا حازم هوب يا حازم هوب يا حازم وجول 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 مهارة حلوة وهدف جميل قوي الحقيقة على مهارته أداءه الجميل وهدف ثقة حازم امام بعد غياب وكرة مع وتاني بالعرض ترجع وجول 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 حازم امام بص حازم امام سيمفونيه رائعه يعزفها حازم امام خد الكره على الشمال وتسديده جميله جدا 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 بتتخض ولا بتتكسف على بتكسف. ايه بتكسف شويه بتحرك شويه بتتكسف من انك تهتم بنفسك او تهتم تبقى انت فوكس الحاجه يعني بشوف ان انا مش عايز اعيش في الدور يعني ان انا الناس ممكن تديني حجم اكبر من حجمي شويه فبقى ماشي يعني على عندك سيلف كنترول يا كابتن عجيب الحقيقه لا والله لا مش يعني مش بتسيطر على انت بتراقب نفسك وتحاسبها بشكل حقيقة انه ما بحبش ابدا احساس ان حد يوصله ان انا مغرور ما بحبش هو الناس على فكره بتفكرني ساعات مغرور لان انا مش متكلم قوي لو مع ناس مثلا داخل على حته ما اعرفش فيها حد فبسكت في ناس بتفتكرني ان انا بتنك بس انا ما ببقاش يعني عندي ان انا افتح حوار وايه الاخبار يا معلم والحاجه يعني مع يعني مش انا قوي يعني بقيت دلوقتي شويه بسكت شغلنا برضو اللي بتكلم شغل الكلام فبقيت نوعا ما احسن يعني بس انا زمان كنت منغلق على يعني بتكسف جدا عندي كم يعني كنت عندي يعني مثلا عشان انزل اخرج مثلا اروح النادي اقعد مع اصحابي اقعد ساعه مثلا البس اشيل واحط لا هيتريقوا عليا لا ده شكله وحش كان كنت بتحرج دايما عندي الحرج وحاسس الناس كلها بصالي ف وعمر ما مثلا بس بقيت العكس تمام بقى دلوقتي يا سلام لا في اللبس وكده يعني يعني بقيت البس اي حاجه ما يهمنيش يعني كان زمان هيتريقوا عليا انا عندي اصحاب بس احنا كده لينا مع بعض كده حاجه معينه بص حد مثلا يلبس حاجه معينه فتلاقي كلنا بنضحك من غير ما نتكلم في حاجات ما حد يقول كلمه تلاقي كلنا واقعين وهي ما حدش ياخد باله منها فاهمه فبنقعد نتريق على بعض كتير فكان دايما لبسنا كده نقعد نتريق على بعض كتير قوي كنا تافهين بقى عيال صغار يعني طب هل في حد اسمها يعني ما فيش في لحظه حد تقدم لك للتمثيل انت عارف ان انت جان ربنا يخليك يعني السينمائيين يقولوا جان جان بريمير يعني انفع يعني حضرتك انا شخصيا كمنتجه طب ده خلاص كده انا عديت لا بس والله ما حدش عرض عليك اتعرض طبعا عليا اتعرض بس اقول لحضرتك حاجه انا بشوف دايما ان انا ربنا اداني حاجه كويسه جدا ككوره والناس حطاني في ايمج في الكوره دي كويس قوي لما هروح حته تانيه انا مش محتاجها يعني الحمد لله الكوره مدياكي شهره ومدياكي فلوس ومدياكي ايمج كويس فايه اللي هيخليني اروح في حته ريسك جدا 90% هفشل فيها لانها مش حتتي فبالعكس الناس بدل ما تبقى حطاك كده هتلاقي نفسك فجاه الناس هتنزلك في عينيها كده لان انت مش تالنت فيها يعني فحسيت دايما وبعدين ما جاليش حاجه اللي هي يعني واو يعني انا عارفه ايه اللي جالك يعني مش واو قوي عارف برضه يبقى في مثلا اسم مخرج قوي جدا مع منتج جامد فتحس ان هم هيسندوك يعرفوا يطلعوك ازاي يخلي شكلك كويس فبرضه ما طيب لما انت حيي وخجول بتضرب مشاوير بالموتوسيكلات ازاي كده بالليل كده اللي هي المفروض ان انت بقى ودي انا مستخبي الموتوسيكل تبقى لابسه بقى حاجات وحاطه الهلمت الهوايه دي جايه لك ازاي؟ جامده جدا ده احلى حاجه في الدنيا دلوقتي لو النبي والله طول عمري بحب اركب موتوسيكلات كان عندي زمان اللي هي عجله بموتور فاكر عجله بموتور دي ظهر كده في التسعينات شويه فكنت بروح بيها النادي وبتاع كان جنب البيت يعني بس لما لعبت كوره جامد كان ممنوع يعني او صعب او اخاف يعني الوقعه فيها بطلت الكوره يعني بس اول بطلت كوره بقى اتجهت بقوه يعني عندي موتوسيكلين بقى
تبقى بشتغل بالليل اليوم يعني. احب بالليل قوي، احب الجمعه طبعا بعد الصلاه او قبل الصلاه. وبالليل بقى تاخديه كده مع نفسك في الجو ده كده، محدش يشوفك بقى ومحدش عارفك في لابسه حاجات. وتسمعي موسيقى في ودنك وتشتغل ودنك وفي الموتوسيكل. دي احلى حاجه. ايه ده صعب قوي؟ لا ليه، ده بالعكس، يبقى جوه هنا تسمعي لوحدك جوه الهلمت بقى بتحط لا بتحطي الوايرلس دول بتحطيهم جوه وتعيش يعني احساس حلو جدا. انت بتحب جداً. تنطلق، وبعدين احلى حاجه ان انت تمشي ومحدش عارفك. فده الانطلاق ده، والدنيا تبقى فاضيه بالليل، دي احساس مش يعني طلعك بقى. كنت زمان انزل بالعربيه طلعك الادرينالين اللي في جسمك كله. حلو يعني. كان لحد يعني كام سنه كده كان الموتوسيكل برضه؟ لا مش موتوسيكل، تاخد عربيتي افتح الازاز احط مزيكا اطلع الصحراوي. يمكن اعدي الريست. لا والله. والله ولا في حاجه، وامان والدنيا جميله. والله قاعده افكر في شأني وفي حالي وفي دنيتي ومزيكا انا بحب اصلا اقعد لوحدي يعني. انا متعود يعني ما مسافر كتير، فبقعد لوحدي كتير. فبحب يعني دايما افكر وانا فالموتوسيكل ده بيديني الراحه النفسيه دي يعني. اعتقد انه اصعب ما تعرضت له في الفتره الاخيره هي رحيل الوالد. طبعا. فبس في موقف كمان اختلف عن بقيه الحاجات خالص، اللي هو زياره كابتن طارق سليم. طبعا. لانه حصل حاجه مختلفه. حصل ايه؟ هو يوم الوفاه في البيت كلموني في التليفون حد تبع كابتن طارق. قال لي عايز يكلم كابتن، ما بيكلمش كويس يعني. بس عايز كده، فانا سامعه. فالبنت اللي معايا دايما قالت لي هو عايز يجي، هي بتفهمه يعني، هو عايز يجي. قلت لها ما يجي يعني خلاص يعني امر الله يعني خلاص يعني. فقالت لي هو عايز يجي، مش عارفه اقول له لا. وجات له، فانا اتلهيت بعد كده بقى باللي بيحصل. وفجاه قالوا لي ان هو تحت كابتن طارق بصراحه. ف يعني ده يوم الوفاه، مش بس مش هو جه هو جه العزا يعني، بس يوم الوفاه نفسه جه البيت. هو كان بيحب بابا جدا، وكان بيحبني جدا كابتن طارق يعني. يعني دايما ماتشاتنا مع الاهلي كان مثلا احنا في نازلين الملعب بتاع يجي يتكلم معايا. كنت بحس ان في، وهو كابتن صالح يعني، كانوا دايما بحس ان في علاقه حب يعني لما اشوفهم. بس كنت اشوف كابتن طارق اكتر انه كان في الملعب، كان مدير الكوره. فكنت دايما يتكلم معايا وحازم وعامل ايه وياخدني تحت يعني كده تحت ايده ويتكلم معايا. كنت بحسه بيحبني يعني. وانا عارف ان هو بيحبني، وكان بيحب بابا جدا يعني، زمايل يعني. ف مش هنساله طبعا ان هو تعبان وفي الازمه دي، انه يجي ويجي البيت وبعدين يجي العزاء. فراجل جميل والله. جالك تحت واصر يطلع؟ اصر يطلع وقعد فوق معانا شويه في البيت فوق. ما كانش لسه الوالد غادر البيت يعني؟ ما كانش. هو بابا لسه في البيت. جثمان من البيت. بابا توفى السبت بعد الظهر. هو جه السبت بالليل. انا شايفه يعني هو الجيل ده جميل وكلهم بيحبوا بعض. عايزه اسالك سؤال اجابته عندي يعني. انت تتخيل ايه سر انك محبوب لهذه الدرجه من الاهلاويه مينلي يعني، من جميع الناس في مصر، بس انه الندره في الحته دي؟ انه ازاي الاهلاويه زي الكابتن بيبو، ما هو معشوق مصر، ما فيش. انت نفس الحكايه، افتكر ايه تفسيره؟ والله بص، انا في دعاء امي تقوله لي دايما بتدعوا لي يعني، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك. انا بحس ان ابويا وامي راضيين عني، دي اهم حاجه. الحمد لله. ان انا في لعيبه احسن مني كتير، وفي ناس عملت اكتر مني كتير.
بس انا عمري ما بصيت لحد في رزقه، وعمري ما بصيت لحد هو كويس ولا وحش. يعني دايما في حالي ودايما برضه بقول الحمد لله على اي حاجه بتجيلي. بحاول دايما اشوف شغلي، لا كوره بقى اعلام اي حاجه، اشوف شغلي. مش دعوه مثلا ده عمل ايه، ده بيعمل ايه، ده نجح فين، ده سقط فين، مش شغلتي يعني. انا بحس ان ربنا بيديني على قد نيتي يعني. دايما نيتي خير للناس. بلعب كنت وانا عايز اللي جنبي يجيب جون، عمري ما كنت مثلا هيجيب جون لا بلاش انا احطها هنا عشان ابقى الله اعلم يعني. ده تفسيري يعني، لان انا واخد طبعا حاجه اكتر ما انا استحق في الكوره يعني. يعني انا زي ما بقول لحضرتك فيها احسن مني بكتير جم، لكن انا ممكن واخد شهره شويه اكتر بسبب عوامل تانية انا شايفها مالهاش دعوه بالكوره. هي يعني دعوه بال من جوه يعني. ان تبقى انت راضي، وانك تبقى مع اهلك تكون كويس. يعني ده بيديك ما اعرفش يعني. بس مثلا في الفتره الاخيره دي اللي حصل مثلا ده، انا ما اتكلمتش تقريبا خالص. الناس هي كلها اتكلمت او ردت، فده ترتيب ربنا سبحانه وتعالى يعني. ما اقدرش اقول غير ان واحد يبقى دايما يحاول يشوف شغله ويسيبه من الناس يعني. يعني يركزش مع الناس. وهو تاريخك فعلا فيه ما فيهوش ذكر لصراعات خالص. لما الواحد بيقرا البيوجرافي بتاعك كده، حتى خناقاتك في الملاعب، او حتى يمكن خدت كارت احمر مره باين ولا انذارين مش عارف. صفر والله، شوف اصفر اصفر في دقيقه واحده. ماتش السعوديه فايوه 5-1 خلص عليا والله. يعني دول اسوأ حاجتين، ها، ماتش السعوديه 5-1 ده وماتش 6-1. ايوه كده صح كده. بلاش بقى نقلب الصفحه. نقلب اوكي يلا بداهيه. يلا يا غارد صفحه وغارد. طيب انت النهارده بعد كل ما مريت بيه، واحساسك انه الناس كلها في ظهرك وخلاص، منين ما هتقرر هما في ظهرك، الحمد لله. فانت في اللحظه دي انت بتختار حاجات. هكمل اعلام، هخش في التدريب، هبقى ناس بتطالبك بانك ترشح نفسك، ان انت واحد من الناس اللي اخد اعلى اصوات لما كنت في مجلس الاداره. اعلى اصوات في تاريخ النادي وفي تاريخ مصر، انه عضو مصر عضو مجلس الاداره. هو كان الخطيب اكتر قبليه، بس احنا كانت الجمعيه بتاعتنا اكتر، فاخدت انا بعد كده اكتر. بس عشان احنا الجمعيه بتاعتنا كانت ازيد، الخطيب طبعا احسن يعني اكيد يعني. انا مستصعبه الاختيارات، لانه انت وراك الحب بتاع الناس ده كلها في كل حاجه. انت بقى ميال لايه؟ بص حضرتك، هو انا بحب الكوره وبحب كل ما يتعلق بالكوره. انا نفسي مثلا كنت اشوف موضوع التدريب ده، نفسي ادرب. اشتغلت الشغلانه دي شويه اللي هم الفتره اللي فاتت دي، انبسطت جدا جدا ومش ندمان. دايما بقول ان انا طالع من نادي الزمالك مبسوط جدا باللي حصل. ان لازم اي تجربه يبقى فيها جوانب سلبيه او ايجابيه، بس لازم تتعلمي منها ولازم تجربي يعني. هي ريسكي، بس انا بشوف ان ريسك مع نادي الزمالك هو مش ريسك، هو حاجه كويسه يعني. ولازم اجربها. انا دلوقتي رجعت الاعلام تاني، رجعت تاني المكان ان انا احلل واطلع مقدم برامج وكده. لكن موضوع التدريب ده في دماغي وموجود، وهبقى يعني دايما اي حاجه تخص كره القدم فانا مشغول بيها يعني. مش ميال انك ترشح نفسك لرئاسه النادي دلوقتي؟ لا دلوقتي دلوقتي لا طبعا. دلوقتي انا لسه نادي كبير جدا. لازم تكون حياتك كلها انت ديفوتد للنادي. انا دلوقتي عندي شغل كتير وبسافر كتير وبروح واجي، لكن اكيد هو في دماغي ان شاء الله هكون في يوم من الايام باذن الله هنخش على الموضوع ده يعني. بس مش دلوقتي يعني. على العموم يعني يا كابتن، انا بهنيك على قاعدة الحب والثقة والارتياح اللي محققها مع شعب مصر كله. الحمد لله. بهنينا ان احنا قدرنا نستضيفك النهارده ونتنور بيك. انا مبسوط بيك جدا جدا وسعيده ان النهارده الزملكاويه مبسوطين والاهلاويه كمان. احنا اول زملكاوي هنا ولا ايه؟ طبعا عندنا هنا العيال مبسوطين خالص، زيزو واحمد فايق. يا ساتر يا ساتر. يعني مع انه كابتن حسن شحاته طبعا نورني قبل كده، بس انت النهارده هو كابتن شحاته جلوبال اكتر يعني. اكتر. لكن انت النهارده الحقيقه يعني انا سعيده جدا. اولا انا متشرفه اني عرفتك، لان اول مره كنت التقي بيك. ابن جميل ومريح اخ بقى، اخ عزيز، اخ طيب. الله يبارك لك، الله يبارك لك، اكتبه في ميزان حسناتك. بدأني ابيض من تحت. نبي انت طيب وامير.
فأشكرك جدا. أتمنى أنك أنت تتوفق قوي في أي اختيار هتعمله، ونورتني يعني شمسية كبيرة كده نورتني. ربنا يخليها. أنا المبسوط جدا جدا مع حضرتك، حاجة من الحاجات الجميلة في تاريخ السينما المصرية حبيبي والله بجد. وبرنامج من أحسن برامج في مصر دلوقتي، ودايما النوستالجيا اللي بتعملها لنا دي في حاجات بتاعت زمان ما تخليش بتعمل فينا ايه احنا كجيل بتاعنا يعني. حاجة بيجيبها لنا بتاعت اغاني تمثيليات الحاجات الحاجات الكبيره دي. فبرنامج جميل، وتشرفت ان انا كنت مع حضرتك النهارده. احنا يا عمو شرفنا يعني. برضو ان احنا زي ما بنستعيد نوستالجيا، ان احنا بنقدم ورده شكر لكل من اجاد في عمله، وكل من حقق حب وطيبه ومهاره وذكاء في عمله واخلاص. الحمد لله. فاقبل مننا هذه الورده المعنويه، انك النهارده انت فوق راسنا. ربنا يخليك يا فندم، بتتكرم معانا جدا جدا. متشكر جدا، ربنا يخليك صاحبه السعاده. شكرا جزيلا. نورتني يا باشا. ميرسي يا فندم.